السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا يا شباب عن الـ DCMA في المحاضرة اللي فاتت، طبعا استكمالا للكورس اللي هو Advanced Course in Primavera According to DCMA. تحدثنا السيشن اللي فاتت على نقاط في الـ DCMA، وعرفنا يعني هي ايه هي الـ DCMA وهي ايه هي النقاط، واتكلمنا على نقاط معينة في الـ DCMA. أسف بس الجهاز مهنج، عايز نغيره. أيوه، اتكلمنا يا شباب عن 8 نقاط في الـ DCMA. اتكلمنا عن اللوجيك وفهمنا يعني ايه هو اللوجيك وايه هي النسبة المسموحة لها، واتكلمنا برضو عن الليدز وليه هي الـ DCMA بتمنع الليدز، واتكلمنا عن اللاكس وايه هي الحدود المسموحه وفهمنا ايه هي عيوب اللاب، وريليشن شيبس وايه هي انواع الريليشن شيبس وايه هي والدي سي ام ايه ايه هي الريليشن شيبس المميزه عندها، وكذلك الهارد كونسترين، وتحدثنا برضو عن الهاي فلوت وايه هي الماكسيمم هاي فلوت وليه ما نزودش عن النسبه دي وايه هي مميزاتها وعيوبها، وليه برضو في النقطه رقم 7 عن النيجاتيف فلوت وليه الدي سي ام ايه بتمنع النيجاتيف فلوت. وكانت اخر نقطه معانا السيشن اللي فات هي الهاي ديوريشن، وعرفنا الماكسيمم هاي ديوريشن وايه هي برضو عيوب لو زودت الديوريشن عن 44 يوم، وعرفنا ايه الفرق بين شهرين و44 يوم. تمام، برضو بنحب ننوه برضو قبل ما ننسى عن الناس اللي اول مره بتحضر معانا، احنا بنتكلم عن كورس بريمافيرا ادفانسد كورس اكوردنج تو سي ام اي، فالناس المتعوده ان اي كورس بيبدا يشرح له البريمافيرا، احنا داخلين بطريقه مختلفه شويه، او بمعنى صح بنأسس قبل ما ندخل عشان نبقى عارفين النقاط. فزي ما قلت قبل كده في المحاضره اللي فاتت، ان انت لو انت مستجد في المجال فالنقاط دي مش هتفهمها، فاسمعها، استوعب اللي تستوعبه، مش هتستوعب اي حاجه مش مشكله لان دي طبيعي. بعد ما يخلص الكورس وتبدا تشتغل في مجال العمل هتواجه مشاكل، هي هتلاقي الدي سي ام اي هي الحل الوحيد اللي هتحل لك المشاكل. كل ما تقع في مشكله هتلاقي فعلا الدي سي ام اي بدات تحل لك المشكله. فبعد ما يخلص الكورس راجع على المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت دي، بالنسبه للناس الجديده، والنسبه برضو للناس اللي بتحضر معانا المره دي. هنتكلم النهارده استكمالا للدي سي ام اي، وابتداء من المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا نشتغل على البريمافيرا كيس ستادي، وبرضه يا ريت كل الناس اللي هتبدا تشتغل معانا تبدا تسطب بي 6 قبل ما تشتغل، عشان لو واجهتهم مشكله في اثناء التسطيب ولا حاجه نبدا نتناقش مع بعض. احنا النهارده هنناقش مع بعض 5 نقاط، من نقطه رقم 9 لنقطه رقم 14، الانفاليد ديتس اللي هي التواريخ الغير صالحه، وهنتكلم على الريسورس وعن الميز تاسكس والكريتيكال باث تيست والكريتيكال باث لونجست اندكس والبيز لاين اكسكيوشن اندكس. والمحاضره دي مهمه جدا، وهتكتشف حاجات مهمه جدا جدا بتغيب عن يمكن 90% من البلانر مش عارفينها، فرجاء اهتم وركز شويه، وخاصه الشباب اللي هم شغالين في سوق العمل. انا بس بدوس انتر يا شباب، الجهاز بيهنج معايا، فسامحوني لو اتأخرت شوية في التسجيل. تمام، النقطة رقم 9 يا شباب النهاردة اللي هي الانفاليد ديتس أو التواريخ الغير صالحة. إيه هي الانفاليد ديتس أو التواريخ الغير صالحة؟ ببساطة كده قبل ما نقرأ السلايد دي، ما ينفعش حاجة تكون بدأت تكون ما بدأتش في الماضي. بمعنى إن إحنا النهاردة كام؟ النهاردة 8 النهارده 8 4، ما تجيش تقول لي انا ان شاء الله هصب اعمده الدور الارضي يوم 1 4. خلي بالك، انا سوف نصب اعمده الدور الارضي يوم 1 4 مش 2021، ازاي ده 1 4 خلص؟ او تيجي تقول لي برضو انا ان شاء الله هنخلص سقف الدور الارضي يوم 5 4 21. طب ما هو التاريخ عدى اصلا، يعني ما ينفعش تكون حاجه لسه ما بداتش في الماضي. تمام، وما ينفعش برضو تقول لي انا صبيت اعمده الدور الارضي يوم 10 4. احنا النهارده يوم 8 4، ما تجيش تقول لي ان انا صبيت اعمده الدور الارضي يوم 10 4، ازاي؟
احنا لسه في 8 4. وما تجيش تقول لي برضو انا خلصت اعمده الدور الارضي مثلا يوم 11 4 2021، طيب احنا يوم 8 4. اذا بنفهم يعني ايه invalid dates، ما فيش تواريخ تكون ما بداتش في الماضي، وما ينفعش تكون تواريخ بدات في المستقبل. تعالوا بقى دي احنا اختصارا بالعربي، تعالوا نشوف الدي سي ام اي في الديسكريبشن بتقول ايه. The invalid date assessment says، تقييم الدي اس ام اي بيقول that uncompleted tasks، اي انشطه لم تكتمل، shouldn't have forecasted dates in the past، تواريخ متنبئه في الماضي، or actual dates in the future، او تواريخ فعليه في المستقبل. There are no exception، يعني الدي اس ام اي في النقطه دي بتقول لك ايه؟ مفيش اي استثناءات. طيب انا احب اقول لك ان البريمافيرا حلت المشكله دي، حلتها في نقطتين، في نقطه هي حلها اوتوماتيك سواء انت تعرف المشكله او ما تعرفهاش، وفي نقطه تانية هي حلتها لك بس لازم تكون عارف المشكله عشان تعمل تشيك. ايه هي النقطه اللي حلتها؟ التواريخ اللي ما بداتش، على سبيل المثال في الصوره اللي قدامنا دي بنلاحظ الريد كولر اللي هو دوتد لاين دوت، الخط الاحمر المنقط دي هو الداتا ديت، فرضا هو تاريخ النهارده. فبنلاحظ ان في اربع انشطه، نشاطين قبل الداتا ديت ونشاطين بعده. البريمافيرا بقى النشاط مثلا الاولاني ده والنشاط الثاني، هي لو حركت الداتا ديت هي اوتوماتيك بتحركه، تمام؟ ولو انت اديت، يبقى اذا الانشطه اللي ما بداتش كل ما تحرك الداتا ديت في البريمافيرا هي اوتوماتيك بتحرك الانشطه التي لم تبدا معاها، وبالتالي كل ما تحرك هي تتحرك، فهي حلها ليك اوتوماتيك، تمام؟ يتبقى الاكشوال. الاكشوال هي بتظهره لك في ريبورت، فلازم تبقى لما تيجي تعمل سكادول وتخش على الفيو لوج تشوف ايه، يقول لك في انشطه واخده اكشوال ديت او اكشوال فينش اكبر من الداتا ديت، فلازم حضرتك بتخش عليها وتحلها. تعالوا نشوفوا المثال اللي معانا. المثال اللي معانا هنا اربع انشطه، بنلاحظ هو كل نشاط واخد الستارت والفينش، وقلنا الخط الاحمر ده اللي هو المنقط دي هو خط الداتا ديت. بنلاحظ ان في اكشوال ستارت واكشوال فينش. النشاط الاولاني ستارت، حتى هو متسمي كده ستارت in past and not actual start، يعني هو بدأ في الماضي وما خدش actual، فدي ما ينفعش، دي من ضمن ال invalid dates. اللي بعده لاحظ ان هو واخد actual start و actual finish، مكتوب لك in a يعني no actual no actual، تمام؟ النشاط اللي بعده خد فعلا actual start ولكن ما خدش actual finish، مفروض كان ياخد actual finish لانه هو قبل الداتا ديت، تمام؟ يبقى دي من ضمن الاكسبشن، اللي من ضمن الشرط الثاني اللي منعاه الدي سي ام اي، ان 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 ما يكونش اي نشاط في الماضي، المفروض يكون واخد اكشوال ستارت واكشوال فينش. بنرجع بيتبقى معانا النشاطين اللي هم بعد الداتا ديت. نلاحظ ان النشاط رقم ثلاثه واخد اكشوال في المستقبل، فدي برضه ما ينفعش. والنشاط اللي واخد اكشوال ستارت، والنشاط الاخير واخد اكشوال ستارت واخد اكشوال فينش، فبرضه ما ينفعش يكون واخد اكشوال ستارت واكشوال فينش بعد الداتا ديت. اذا اي نشاط قبل الداتا ديت مفروض يكون خلصان، اي نشاط بعد الداتا ديت مفروض ما يكونش بدا اصلا. باختصار كده يبقى اذا احنا فهمنا الشرط اللي هي الانفاليد ديت او التواريخ الغير صالحه. ننتقل بعد كده على النقطه رقم 10، وركز معايا عشان هي فيها مفاجأة صغيرة بتتوه عن كل الناس. نقطة رقم 10 هي خاصة بالريسورس. الديسكريبشن في الدي سي ام اي بيقول ايه بقى؟ All uncompleted tasks should have resource assigned. أي أنشطة لم تكتمل سواء ما بدأتش أو بدأ أو لم تكتمل مفروض يكون متحمل عليها إيه؟ resources assigned. وذيس تشيك فيريفاي ذات اول تاسكس ويز ديوريشن اوف 1 اور مور دايز، يبقى دي خاص بالانشطه التي لها مده يوم او اكثر. يبقى اي نشاط له مده يوم او اكثر لابد يكون عليه ايه؟ كوست اور ريسورس اساين، تمام؟ احنا فهمنا كده ان اي نشاط مفروض يكون عليه ايه؟ سواء اي نشاط لسه ما بداش uncompleted tasks يكون عليه resource assigned. المفاجأة بقى،
المفاجأة ايه بقى؟ اسمع معايا في الدي سي ام ايه، لما قلت لك المفاجأة دي بتغيب عن معظم الناس في مجال التخطيط. ايه هي بقى؟ بتقول ايه؟ resource loaded scheduling aren't mandatory. اسمع، aren't mandatory، انت سمحت صح فعلا، ليست الزامية. قال لا، ده احنا عندنا ما فيش اي برنامج يعني resource loaded scheduling aren't mandatory، بمعنى تحميل الموارد على البرنامج الزمني ليست الزامية. قال لا، ده معظم الناس ما بتعتمدش البرنامج الزمني الا لما يكون محمل عليه كوست وريسورس. في نفس المحاضره هنعرفك ليه الدي سي ام اي ما شغاله، ليه بتقول لك مش الزامي. وبعدين قالت ايه بقى؟ but are recommended by دي سي ام اي، ولكنها هي بتوصي به، يبقى resource loaded schedule aren't mandatory but are recommended by دي سي ام اي. ليه الدي سي ام ايه ما اشترطتش وقالت ان هو مش الزامي؟ لان اصلا سواء حملت الريسورس او ما حملتهاش، مش هيحصل ديستورد للكريتيكال باث. هل انا حملت الريسورس او ما حملتهاش هيحصل تشتت للكريتيكال باث؟ مش هيحصل له اي حاجه، يبقى اذا الكريتيكال باث بتاعي ملتزم، ودي اللي بتاكد عليها الدي سي ام ايه. النقطه الثانيه برضو ان مش هيحصل لي مسليدنج سكادول فوركاستنج، مش هتديني نتائج مضلله، بمعنى ان نهايه المشروع، ان نهايه المشروع هتكون هي هي. وهتعرف معايا برضو في نفس المحاضره ان ازاي تعمل كنترول على برنامج من غير ما يتحمل عليه كوست وريسورس. طيب يعني هي وصت بيها ما الزمتهاش. وقالت ايه كمان الدي سي ام اي؟ قالت ريسورس لودنج سكادول ازنت اولويز سبيسيفيكلي ريكوايرد، ليست مطلوبه بشكل ايه؟ بصفه مستديمه. ومع العلم خلي بالك ان معظم الناس ما بتعتمدش برنامج غير كوست وريسورس. ليه؟ لانهم بيغيب عنهم الاداء الرقم 14 اللي انا هكلمك عنها، اخر اداء هنختم بيه. هم لو الناس كلها عندهم الاوير او عندهم العلم بالاداء رقم 14 اللي احنا هنشتغل بيها او الشرط رقم 14، ممكن يتنازلوا عن الكوست والريسورس. ليه الناس هنا بيشترطوا بالكوست والريسورس؟ لانهم بيشتغلوا بالايرنت فاليو، وما دام انت عندك ايرنت هتشتغل على الايرنت فاليو، مش لازم فعلا يكون البرنامج متحمل عليه كوست عشان نقدر نعمل مونيتورنج اند كنترولنج. تمام؟ قالت الدي سي ام اي برضه ان ريسورس لودين سكادول از انت اولويز سبيسيفيكلي ريكوايرد، ليست مطلوب بشكل ايه؟ ما بينطلبش بصفه دايمه. اكسبتد ان، نفس الكلام اللي انا هنقوله، اكسبتد ان باستثناء ان انتجريتد ايرنت فاليو مانجمنت سيستم، باستثناء الناس اللي هتشتغل باداه الايرنت فاليو. وخد بالك من كلمه انتجريتد، انتجريتد دي احنا ما بننفذهاش، بمعنى ان بنسبه 99% من البرامج، وانا متاكد من الرقم اللي انا بقول لك عليه ده، هو الا اذا كانت الناس اللي بتعمل كوست كنترول، هم دول فعلا الناس اللي بيشتغلوا انتجريتد ايرنت فاليو مانجمنت سيستم. اما الطريقه التراديشنال اللي السايده في السوق العربي عموما، اللي هو بياخد الكوست من البي او كيو ويحملها، هو ما بيشتغلش انتجريتد. لان اساله كده قول له فين الاكشوال كوست؟ انت بتحمل البي او كيو كوست، انت ما بتحملش الاكشوال كوست، او انت بتعمل مونيتور اند كنترول للاونر، ما بتعملش ليك. يبقى اذا هي قالت اكسبتد ان انتجريتد ايرنت فاليو مانجمنت سيستم، باستثناء الناس اللي هتشتغل باداه الايرنت فاليو المتكامله. And sometimes as a contractual stipulation، وقالت في بعض الاحيان هو بيكون شرط تعاقدي. يبقى نفهم من كده ايه بقى في السلايد دي قبل ما نبدا؟ ان الريسورس اي نشاط مدته يوم او اكتر بنحمل عليه كوست وريسورس. طيب وان الريسورس مش الزاميه حسب الدي سي ام اي، ولكنها بتوصي بيها، يبقى اذا الريسورس وفقا للدي سي ام اي ارنت مانداتوري، ليست الزاميه، بات ار ريكومندد باي دي سي ام اي. اكسبتد بتستثنى هي الناس اللي هتشتغل باداه الايرنت فاليو، او لو هو كان شرط تعاقدي. دي اللي احنا فهمناه من الريسورس. وركز ويكفيني ان انت لو طلعت من المحاضره بالنقطه دي والنقطه رقم 14، كفايه عليك النهارده اصلا اللي انت طلعت بيهم، لانه النقاط مهمه وبيقع بيها في معظم الناس. تمام؟ هناخد بقى نقطه رقم 11 اللي هي ايه؟ الميز تاسكس. ايه هي الميز تاسكس؟ الديسكريبشن بتقول ايه؟ The number of activities that have slipped from the baseline data shouldn't exceed 5%.
باختصار كده قبل ما نبدأ عشان ما نخشش في المعمعة والتفاصيل، وإن شاء الله مش هنطلع منها غير وإحنا فاهمينها. الميس تاسكس هي مقارنة بين البيز لاين والاكشوال، وشوف ايه هو اللي حصل له انزلاق عن البيز لاين. بيقول لك سليبت، يبقى ذا نمبر اوف اكتيفيتي اللي حصل له انزلاق. لاحظ هنا في الشاشه عندي، لو نشوف النشاط اللي هو الموبلايزر ده، اليالو كولرز دي يا شباب اللي هو البيز لاين، والبلو كولرز دي اللي هو الايه الاكشوال. لاحظ ان اليالو كولرز خلصان قبليه، والبلو كولرز ايه متاخر شويه، فدي اللي حصل له انزلاق. فالدي سي ام ايه بتقول ايه بقى؟ بتقول عدد الانشطه التي حصل لها انزلاق مقارنه بالبيز لاين مفروض ما تزيدش عن 5%. ولازم برضو تركز في النقطه دي، وخاصه الشباب الصغيرين اللي بيشتغلوا استشاري ممكن يرفض البرنامج عشان نقطه زي دي، ولكن انا قبل ما اقول له ترفض البرنامج افهم النقطه دي بنسبه 100%، وخاصه اخر سلايد خاص بالنقطه دي. تمام؟ طيب يبقى the number of activities that have slipped from the baseline data shouldn't exceed 5%. طيب ازاي نعمل تشيك بالميز تاسكس؟ عندي برنامج ظريف زي البرنامج البسيط اللي قدامنا ده، تمام، مكون من عدد انشطه. اول حاجه بنعملها يا شباب بنعمل فلتر، بنقول فيه ايه الفلتر؟ الشاشه الصغيره دي اللي على اليمين، بنقول له البيز لاين فينيش ديت. انا دلوقتي هنقارن بين البيز لاين والاكشوال، فهنقول له هات لي البيز لاين فينيش ديت از ليس ذان اور ايكوال داتا ديت. بالمناسبه الداتا ديت اللي هو الخط الراسي الازرق من فوق لتحت دي، دي هو الداتا ديت اللي هو تاريخ النهارده اللي انا بنعمل عليه بنعمل عليه المتابعه. تمام؟ بنقول له يا بريمافيرا هات لي البيز لاين فينيش ديت يكون اقل او يساوي الداتا ديت. تمام؟ لما بنعمل الفلتر اوتوماتيك جاب لي ايه؟ جاب لي الشاشه دي. قال لي حضرتك الانشطه اللي هي حسب البيز لاين الاصفر، احنا دلوقتي بنتكلم عن اليالو كولر، ما جيناش لسه عند البلو كولر. قال لك الانشطه اللي المفروض تكون خلص اللي هو البيز لاين، ادي عدد الانشطه. طيب انا حسبتها هنا واكتب لك تحت ان هي كام؟ 13 نشاط. طيب انا السؤال اللي هيطرح نفسه، طب انا يا باشمهندس يكون عندي برنامج فيه 3000 نشاط وفي 1000 نشاط، طب ازاي هعدهم؟ حضرتك بتخش على الجروب اند سورت وانا هشرحها، لو ما فهمتوهاش يا ريت واحنا شغالين على البريمافيرا تقولوا لي ازاي نعمل عد للانشطه. بنخش حضرتك على الجروب اند سورت ده ونقول له انا مش عايز نو دبليو بي اس نو كود نو اي حاجه، وبالتالي هتظهر لي الشاشه دي بعدد الانشطه بس. بعد ما تظهر لي الشاشه بعدد الانشطه بس بنقف هنا وندوس كليك يمين وندوس نقول له اكونت او اللي هي الايه الهاشتاج الصغير دي، وبالتالي بيجيب لي بيرقم لي الانشطه زي الاكسل، بتروح على اخر نشاط وبتلاقي عدد الانشطه. طيب احنا لما عملنا الفلتر دي ظهر لي قال لي 13 ايه 13 نشاط. بنيجي نعمل فلتر تاني، بعد كده بنعمل فلتر تاني، بنقول ايه في الفلتر التاني بقى؟ عايز البيز لاين يكون اقل من او يساوي الداتا ديت، وفي نفس الوقت هات لي الفاريانس بيز لاين فينيش ديت از ليس ذان زيرو ديت. ايه الكلام دي بقى واحده واحده؟ انا عايز الانشطه اللي خلصت وفي نفس الوقت ما تكونش خلصت مع الداتا ديت بالظبط، يكون حصل لها انزلاق. ازاي بقى؟ تعالوا نرجع للشاشه الاولانيه، لاحظ ان في انشطه زي النشاط دي حصل له انزلاق عن البيز لاين، البيز لاين اللي هو الاصفر والازرق اللي هو ايه الاكشوال. في نشاط زي النشاط ده والنشاط اللي هو سات فاونديشن، لاحظ هو اكبر نشاط ممكن يكون واضح اهو، السات فاونديشن دول خلصوا مع بعض. لما هعمل انا الفلتر دي مش هلاقيه ظاهر معايا. انا بنقول له هات لي البيز لاين فينيش ديت از ليس ذان اور ايكوال داتا ديت، وضيف كمان معاهم اي نشاط حصل له انزلاق او حصل له تاخر عن البيز لاين من ناحيه الفينش. تمام؟ ظهر لي البريمافيرا، ظهرت لي العدد دي من الانشطه. تمام؟ ظهرت لي العدد دي من الانشطه. بتقول لي كام بقى؟ انا حسبتهم وطلعوا كام؟ طلعوا 7 انشطه، وقلت لحضرتك ازاي تعدهم، ولو ما عرفتش تطبقها على البرمافيرا واحنا شغالين مع بعض ايه ممكن ايه نقول لك ازاي واحنا في البرمافيرا ازاي تعد بكل بساطه. طيب المعادله بتقول ايه بقى؟ بتقول عدد الانشطه اللي حصل لها انزلاق على اجماع عدد الانشطه اللي انتهت، احنا دلوقتي بنتكلم
كل ما هو قبل الداتا ديت. احنا شغلنا في المنطقه دي، المستقبل دي ما جيناش يمه لانه لسه ما بداش، بنتكلم على الحاجات اللي بدات وانتهت وبعد الداتا ديت، قبل تاريخ الداتا ديت. فبنقول عدد الانشطه بقى اللي حصل لها انزلاق على اجمالي عدد الانشطه اللي انتهت حسب البيز لاين. في 100 مفروض ما تزيدش عن كام؟ عن 5%. طبعا البرنامج بتاعنا ده ضايع، وهنقول لك بقى كمان شويه في الايه، في الوصف إيه ليه ضايع. تمام. طيب بنيجي بعد كده في النقطه دي، هنتكلم شويه عن الميز تاسكس. وليه قلت لك انا حابب اتكلم عنها بصفه مفصله شويه؟ لان الشباب الصغيرين اللي بيشتغلوا استشاريين قد يخفى عليهم بعض النقاط ويرفضوا البرنامج او يكتبوا تقرير عن عدم علم بالهدف من الميز تاسكس. الميز تاسكس اسسمنت بتقول ايه بقى؟ ده دي اسم ايه؟ ميز تاسك اسسمنت ان بارتيكولار ميجر، هي بتقيس بصفه خاصه how well، وعملت لك بالريد كلر وهشرحها لك بالتفصيل دلوقتي، how well the actual schedule is tracking to the baseline schedule. قال لك يعني الدي سي ام اي هي بتقيس مدى جوده تتبع البرنامج الفعلي مقارنه بالبيز لاين. تمام يا باشمهندس؟ هي بتقيس ايه؟ مدى جوده تتبع البرنامج الفعلي بالنسبه للبيز لاين. يعني ما بتقولكش ان البيز لاين بتاعك الاكشوال ديت بتاعك غلط، لا ده هي بتقيس الجوده. تمام. وايه كمان؟ كمان بتقول لك ايه؟ exceeding its baseline finish date may be schedule in trouble. قال لك exceeding its baseline finish date may be، وخلي بالك هي قالت may be ما قالتش should او احد، قالت لك ربما، يعني زياده تاخير الانشطه الفعليه عن البيز لاين ربما يكون البرنامج بتاعك فيه مشكله. وايه كمان قالت؟ it may require، برضه لاحظ ان هي شغاله may، وقالت it may require a corrective action plan to realign the actual schedule and baseline. يعني قالت الاثنين مع بعض، قالت ربما برضه يكون انت محتاج خطه تصحيحيه to realign، لاعاده تنظيم الجدول الفعلي والبيز لاين. هو يا شباب انا لما اتاخر عن البيز لاين ففي حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث. ايه هما؟ الحاجه الاولى يا اما انا شغال بمعدلات انتاج بطيئه جدا والريت بتاعي قليل جدا وبالتالي انا هتاخر فعلا، يا اما البيز لاين الحاجه الثانيه، يا اما البيز لاين تم اعداده بصوره خاطئه. لذلك الدي سي ام اي ما استثنتهوش، قالت لك ممكن تحتاج خطه تصحيحيه لاعاده تنظيم الاكشوال سكاجوال اند بيز لاين سكاجوال. تمام. يبقى اول حاجه من الباراجراف الاولاني دي نفهم منه حاجتين. الحاجه الاولى هي قياس جوده، مدى جوده البرنامج الزمني الفعلي وفقا للبيز لاين، مدى جوده تتبع البرنامج الفعلي مقارنه بالبيز لاين، يعني هو كويس اقل شويه ضعيف، مش الحاجات دي كلها. تمام. وقالت ايه بقى؟ وقالت انه ممكن يكون البرنامج فيه مشكله، ولو كان في مشكله ممكن يكون كمان مش الاكشوال، ممكن يكون البيز لاين، وبالتالي انت محتاج تصحيح للبيز لاين ومحتاج تصحيح للايه؟ للاكشوال. طيب ننتقل للباراجراف الثاني. قال لك اتس اكسبكتد ذات، من المتوقع ان، not everything goes according to plan، من المتوقع انه ليس كل شيء يمشي حسب الخطه فعلا، لانها كلها خطط مستقبليه، احنا شغالين فوركاستنج يا شباب، فربما يكون كلها ايه؟ بقول لك من المتوقع ان مش كل حاجه تمشي حسب الخطه. ما هو برضو مش كل حاجه، مش احسن ما تكونش ولا حاجه ماشيه حسب الخطه؟ طبعا لو حاجه ماشيه حسب الخطه ففي حاجه، اما خطتك بايظه اما انت اصلا شغال ايه؟ في اتجاه تاني خالص. قال لك اتس اكسبكتد ذات not everything goes according to plan. تمام. Nevertheless، ومع ذلك، your plan is your desired outcome، ومع ذلك هي الخطه بتاعتك، هي الخطه المرجوه اللي احنا بنحاول نمشي عليها. تمام. So لذلك you want actual progress to track the schedule as much as possible. لذلك انت مفروض تعمل تتبع actual progress، تقدم فعلي، وتحاول تتتبع تعمل tracking للتتبع البرنامج بتاعك بقدر الامكان as much as possible. You also want، دي الحته دي مهمه برضه لازم نركز فيها، you also want
an early warning indicator. انت محتاج early warning indicator، انت محتاج اداة انذار مبكرة. يبقى الدي سي ام اي الميست تاسكس من مميزاتها ان هي ايه؟ early warning indicator، اداة انذار مبكرة to alert you، لتنبيهك when you actually schedule، عندما يكون البرنامج الفعلي بتاعك is slipping away from the baseline، حصل له انزلاق او انحراف عن البيسلاين. يبقى انت محتاج اداه بتنبهك. يبقى الميز تاسك الشباب ما يترفضش عليها البرنامج، هي اداه تنبيه، هي بتنبهك بتقول لك خلي بالك، هي اداه تنبيه مبكره كمان. لاحظ ان احنا ما جبناش اي سيره عن التوتال فلوت، يعني انت بتقول لك انت بتتاخر وعماله تنبهك، طب ما انا ممكن اتاخر وانا معايا فلوت. طيب ما هو ايوه صحيح، ما هو انت لو قعدت تقول تتاخر هنا تتاخر هنا تتاخر، تفضل طول المشروع تتاخر وبالتالي هيتحرق الفلوت. فهي بتقول لك هي اداه مبكره، ولذلك ما ذكرتش خالص خلاص ان انت سواء كنت على الكريتيكال باث او كنت على الانشطه عليها فلوت. تمام، ما تكلمش خلاص، هي اداه مبكره. تمام، قال لك بقى ايه تاني؟ ذا دي سي ام اي ميز تاسك اسسمنت از ان الارم انديكيتور، از ان الارت انديكيتور ذات يور سكادول ريكوير كوركتيف اكشن تو ريلاين ات وذ ذا بيز لاين. طيب لو ما كانش عندك مشكله في البيز لاين، في البراجراف الاخير ده بتقول لك في احنا في الاول الحاله الاولانيه في البراجراف الاولاني كنا بنقول ممكن يكون في مشكله في الاكشوال سكادجول، ممكن يكون في مشكله في البيز لاين. طب حضرتك انا ما عنديش مشكله في البيز لاين، فانت تعمل ايه؟ خطه تصحيحيه ريكوايرز كوركتيف اكشن تو ريلاين اتس وذ ايه ات وذ وذ ذا بيز لاين، ان انت تبدا اعاده تنظيم للبرنامج الفعلي بتاعك بحيث يبدا يرجع تاني على البيز لاين. تمام، جت بعد كده قالت ايه بقى؟ The assessment focuses on task finish date and not task start date. قال لك التقييم بيركز على نهاية النشاط وليس بداية النشاط. طب ليه هي بتركز على نهاية النشاط وليس بداية النشاط؟ يقول لك ايه دلوقتي ايه؟ الفينش ديت، عمال يذكر الفينش ديت. صح، لأن حضرتك ممكن تبدأ بدري وتخلص متاخر، وبالتالي لو كان التقييم على بدايه النشاط يعني الراجل بدا بدري وبالتالي التقرير هيطلع حلو وهيقول لك اه التقرير كويس والنسبه كويس، وتخلص متاخر اذا انت التقرير ما طلعش مظبوط. وممكن تبدا متاخر وتخلص في ميعادك او قبل ميعادك. تمام، عشان كده هي ركزت على ايه؟ على الفينش ديت، لان ساعتها هيكون النشاط خلاص خلاص، مفيش احتماليه انه يخلص بدري، مفيش احتماليه انه ايه يخلص قبل ميعاده في ميعاده، فهي ركزت عن التاسك فينش ديت. تمام، هننتقل بعد كده عن الكريتيكال باث تيست اللي هي الكونديشن رقم 12، التقييم او تشيك من خلال الكريتيكال باث. وبصراحه هو تشيك جميل جدا، يا ريت كل الناس تبدا تشتغل عليه والتعامل انه هينبهك عن حاجات كويسه جدا. ايه هو بقى الكريتيكال باث تيست؟ الديسكريبشن في الدي سي ام اي قالت ايه بقى؟ The critical path test inspect the integrity of network logic and in particular the critical path. ان 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 اختبار الكريتيكال باث تيست بيفحص انتجرتي، تكامل منطقية الشبكة أو سلامة منطقية الشبكة، انتجرتي اوف نتورك لوجيك، يعني هو بيعمل تشيك على إن الشبكة بتاعتك دي منطقية أو سليمة وما فيهاش أي انفصال أو إيه أو أو انزلاق أو انفصال عن المسار وبعضه، فهي تكون إيه؟ انتجرتي اوف نتورك لوجيك، سلامة منطقية الشبكة. and in particular the critical path. يبقى الكريتيكال باث تيست بيفحص النتورك لوجيك كلها بصفه عامه وبصفه خاصه الكريتيكال باث. تمام، وقال لك ايه بقى؟ the good schedule have a continuous critical path from the project start milestone to the project finish milestones. the good schedules البرامج الجيده بيكون عنده مسار حرج مستمر من بدايه المشروع لنهايته. يبقى دي البرامج الزمنيه تكون كويسه
او نقدر نقيم البرنامج الزمني انه يكون كويس، بيكون معاه مسار حرج من بدايه المشروع لنهايته. ودي بقى نفهم من كده ان نقاط الدي سي ام اي كلها بتكمل بعضها. لما قالت لك ما تستعملش قلل من اللاج، لان الكريتيكال باث اناليسيس مي بي ديستورتد ويز اكسسيف يوز اوف لاج، ان ممكن يحصل له تشتت بسبب الاستخدام المفرط في اللاج، عشان كده الدي سي ام اي حدد من استخدام اللاج. تمام. وقال لك it may however be difficult to perceive your critical path is not broken، يعني ممكن يكون من الصعب انك تتحقق من ان الكريتيكال باث ما حصلوش انفصال، not broken when you have many activities، لما يكون عندك انشطه حضرتك، لما يكون عندك برنامج زمني في انشطه كتير، فهيكون صعب عليك انك تتحقق ان المسار بتاعك ايه مستمر او ما حصلوش ايه ديستورتد، ما حصلوش تشتت او انفصال. طب نتاكد من كده ازاي؟ هيكون صعب عليك انك تتحقق بالطريقه الطبيعيه. طب هنتحقق من الكلام ده ازاي؟ قال لك so you want to add 600 day، يبقى انت هتضيف 600 day. طب هنضيفه فين؟ قال لك to the remaining duration of an open task on the critical path، هتحط تضيف 600 يوم على الكريتيكال باث بتاعك، of an open task on the critical path. طب ايه ليه هو حاطط 600 يوم؟ هو 600 يوم مش قاعده ولا حاجه، هو بيقول لك ضيف مده كبيره جدا. تمام. هتيجي عشان تتاكد من المسار بتاعك كويس لوجيك ولا ان لوجيك، بتبدا تضيف 600 يوم على المسار الحالي. وبعد كده تعمل ايه بقى؟ بيقول لك verify that the project completion date is affected by the same amount. Verify that the project completion date is affected by the same amount. وتحقق من ان تاريخ الانتهاء للمشروع اتأثر بنفس الكيفية. يعني حضرتك هتيجي عشان تعمل تشيك للكريتيكال باث، هتضيف 600 يوم على النشاط وتعمل سكادول وتشوف البرنامج المسار بتاعك اتأثر بنفس الكيفية ولا لا. طب قال لك if not، لو ما تأثرش، the schedule has broken logic، يعني البرنامج بتاعك broken logic، المنطق بتاعه حصل له ايه؟ حصل انفصال في البرنامج الزمني او ليس منطقي. طيب ايه سبب broken logic يا ديسم ايه؟ قالت broken logic is a result of missing predecessor and or successor. وممكن يكون من سبب broken logic، طبعا في اسباب كتير يكون سببها الكوليسترين، ولكن من اهمهم الاسباب برضو يكون ايه؟ ان انت فاقد، ان في نشاط ملهوش بريدسيسور او سكسيسور. ولذلك برضو النقطه رقم واحد في الدي سي ام اي بتقول لك اللوجيك، لازم نراجع كويس عن اللوجيك، لان الدي سي ام اي كلها بتكمل بعضها. طيب قبل ما نقلب السلايد دي، احنا فهمنا ايه؟ فهمنا اول نقطه ان الكريتيكال باث تيست هو بيفحص انتجرتي اوف نتورك لوجيك، سلامه منطقيه الشبكه، وبصفه عامه وبصفه خاصه بيشيك على الكريتيكال باث. وفي نفس الوقت هو اي برنامج او اي جدول زمني كويس مفروض يكون له مسار من بدايه النشاط من بدايه المشروع لنهايته، يعني يكون له مسار مستمر من بروجكت ستارت لحد ما نوصل للبروجكت فينش. وقال لك انت عشان تتاكد ان المسار بتاعك دي مستمر من نهايه من بدايه المشروع لنهايته، ما حصلوش ديستورت اي أو ولا حاجه، فعشان تتاكد من كده فهيكون صعب عليك ان تتحقق بالطريقه الطبيعيه. فهتعمل ايه؟ قال لك هتيجي ضايف 600 يوم، والهدف، وقلنا الهدف من ال 600 يوم ان هو مده كبيره، هتضيف مده كبيره في البرنامج في على الكريتيكال باث، ما تضيفهاش الا على الكريتيكال باث طبعا عشان الفلوت، وتعمل سكادول وتتحقق هل نهايه المشروع اتاثرت او زادت بنفس المده ولا لا. لو زادت بنفس المده يبقى اذا البرنامج بتاعك ايه؟ لوجيك. لو ما زادتش بنفس المدة يبقى إذا البرنامج بتاعك فيه مشكلة، حصل له broken logic. وكل هو قالت إن من أسباب ال broken logic إن يكون إيه؟ إن في open end عندك، اللي إحنا اتكلمنا عنها في المحاضرة الأولى. تمام؟ هننتقل بعد كده للنقطة رقم 13 اللي هي ال critical path longest index أو CPLI. ال CPLI ال description في الدي سي ام اي قال لك ايه؟ ذا ميز تاسكس اسسمنت ورينج يور سكجول از فيلينج بيهايند اور نوت.
خد بالك، وقبل ما اتكلم هو دلوقتي احنا بنتكلم على الكريتيكال باث لونجست اندكس، وعمال يقول لي الميز تاسك اللي هي نقطه رقم 11 لو احنا في اللي احنا لسه شارحين، فعمال يقول لي ان الميز تاسك اسسمنت هي تحذير بتقول ان البرنامج بتاعك هو متاخر او لا. طيب هو دلوقتي بيحاول يربط بين نقطه 13 و11، فبقول ان النقطه 11 بتقول لك ان البرنامج بتاعك متاخر ولا لا. طيب ذا سي بي ام، طب السي بي ال اي، طب انت دورك السي بي ال اي بتعملي ايه بقى؟ قالت ذا سي بي ال اي ميجرز ذا افشنسي ريكوايرد اون ريمينينج تاسك تو ميت ذا بروجكت ديدلاين. هي قياس مدى الكفاءه المطلوبه للوفاء بالموعد النهائي للمشروع. Measures the efficiency required، الكفاءة المطلوبة to remaining task في الـ on on remaining tasks to meet the project deadline. إيه هي الكفاءة المطلوبة عشان نخلص في الموعد المحدد للمشروع. تمام؟ طيب الـ CBLI قالت ايه بقى؟ The CBLI assessment flag in a schedule that has a CBLI less than 95%, this indicate a project in trouble. تمام؟ قال لك ان لو المؤشر طلع في الـ CBLI اقل من 95% فالبرنامج بتاعك فيه مشكله، الحق صححها. تمام؟ يبقى احنا نفهم من كده ان الكريتيكال باث لونجست اندكس او السي بي ال اي هي بتقيس الكفاءه المطلوبه عشان ايه، هي الكفاءه المطلوبه عشان نقدر نخلص في الموعد النهائي للمشروع. وقالت الكفاءه لو قلت عن 95% اذا البرنامج فيه مشكله. تمام؟ طيب هاو اتس كالكوليت، ازاي بنحسبها؟ قال لك السي بي ال اي بتساوي السي بي ال زائد التوتال فلوت على السي بي ال. ايه هي السي بي ال؟ نعرفها مع بعض في السلايد الجايه دي. تمام؟ السي بي ال اللي هي الريميننج ديوريشن في البرمافيرا يا شباب. لما نيجي نقف هنا بنلاقي الريميننج ديوريشن، الريميننج ديوريشن كام؟ 43.8، فهنقول له 43.8 زائد التوتال فلوت. انا عندي التوتال فلوت هنا بزيرو، يبقى ايه الريميننج ديوريشن زائد التوتال فلوت على الريميننج ديوريشن بتساوي 1. طيب سؤال هنا هيطرح نفسه، امتى السي بي ال اي تكون اقل من الواحد؟ اصلا هي لو قلت من الواحد تبقى في مشكله، لذلك انا بقول لحضرتك كل شويه بنقول لك ان نقاط الدي سي ام اي كلها بتكمل بعضها. امتى السي بي ال اي تكون اقل من واحد؟ بتكون اقل من الواحد حضرتك لما يكون التوتال فلوت بالماينس. وخد بالك لو تفتكر من المحاضره اللي فاتت ان احنا قلنا ما فيش نيجاتيف فلوت، ممنوع النيجاتيف فلوت، في مشكله لو واحد، لو سالب واحد تبقى في مشكله لازم تتحل، وقلنا اسبابها وازاي نحلها. حضرتك ليه اللي ما حضرش او اللي ما سمعهاش او اللي نساها ممكن يراجع للمحاضره اللي فاتت احنا متكلمين عنها بالتفصيل. اذا انا لو انا شغال على نقاط الدي سي ام اي بطريقه كويسه انا مش هنوع في المشكله دي، او مش محتاج لتشيك تشيك رقم 13 لان انا مظبط كل التشيك اللي قبل كده، ما فيش نيجاتيف فلوت، ما فيش. تمام؟ اذا انا متاكد ان الكريتيكال باث لونجست اندكس او السي بي ال اي هيطلع معايا يا اما واحد يا اكتر من واحد. طب امتى يطلع واحد؟ يطلع واحد لو انا عندي التوتال فلوت بزيرو، ويطلع اكتر من الواحد لو انا عندي فيه توتال فلوت، ويطلع اقل من الواحد لو انا عندي مشكله ومشكله كبيره اللي هي ايه، عندي النيجاتيف فلوت. واحنا قلنا طبعا الدي سي ان ايه بتمنع بتاتا النيجاتيف فلوت، ليه؟ لانها بتاثر على النتورك. لاحظ ان في الريسورس قالت لك مش الزاميه، حط زي ما انت عايز، سواء تحطها او ما تحطهاش البرنامج بتاعك مظبوط. جت على النيجاتيف فلوت والليدز والكلام ده كله قالت لك احذر، امنع، اوعى تيجي الحياه. ليه؟ لان هي بتديك ايه؟ misleading schedule forecasting، بتديك نتائج مضلله. تمام؟ طيب في مثال ثاني برضو احنا عملناه بيكون فيه توتال فلوت. التوتال فلوت هنا بكام؟ احنا الريميننج ديوريشن ب 43.8، وخد بالك يا شباب 43.8 دي غير منطقيه طبعا. ايه سببها؟ المفروض يطلع رقم ثابت، سببها اختلاف كالندر، ولو في ناس ظهرت معاها المشاكل دي المشكله رقم واحد كالندر، كالندر كالندر، راجع الكالندر وظبط الكالندر بتاعك. فلما يكون استخدام اكتر من كالندر بتظهر الكسور دي. طبعا في البرامج اللي انت بتعملها بطريقه جيده المفروض ما ينفعش، ما يطلعش كسور اصلا، ولكن دي مثال تعليمي، احنا مش الهدف منه ان احنا نظبط ايه الريميننج ديوريشن تكون رقم ثابت ولا حاجه، الهدف منه ان احنا بنشرح ايه السي بي ال ار. تمام؟ الريميننج ديوريشن هنا ظاهره معانا كام؟ 43.8،
والتوتال فلوت ظاهر 2 و3 من 10، تمام؟ يبقى 43 و8 من 10 زائد 2 و3 من 10 على ال 43 و8 من 10 ظهر ب 1 و.5 0.05. يبقى اذا انا في السيف سايد، لان هي ما تقلش عن 95. وقلت لحضرتك بتقل امتى؟ تقل عن الواحد لما يكون عندي نيجاتيف فلوت وفي مشكله، تمام؟ طيب ننتقل بعد كده النقطه المهمه جدا، ولازم حضرتك تركز معايا في النقطه دي اللي هي البيز لاين، ودي اخر نقطه. طبعا هي دي محاضره ظريفه وصغيره كده عشان احنا بنقفل الدي سي ام اي، لان ابتداء من المحاضره الجايه ان شاء الله هننطلق في الكورس بتاعنا، وهتستمتع. وركز عن كلمه هتستمتع وانت بتتعلم، يعني في فرق. طبعا انا اسف جدا ان احنا اديت كميه المعلومات دي وفي ناس لسه مبتدئه في المجال ومش فاهمه الكلام دي، ولكن انا عايزك تبدا على نظافه. انا عايزك تبقى عارف وانت شغال في البرنامج الزمني، وانت تشغل البرمافيرا مش البرمافيرا بتشغلك، ما تسلمش كل حاجه طالعه لك امتى تحل المشاكل دي، تمام؟ طيب نرجع لمرجوعنا ونتكلم على نقطة رقم 14 اللي هي البيز لاين اكسكيوشن اندكس او البي اي ار، تمام؟ ركز معايا بقى عشان هتكتشف مفاجأة حلوة جدا. الديسكريبشن بتقول ايه بقى؟ Many project manager look to earned value management values to predict whether or not their project will complete on time. بقول لك العديد من مديرين المشاريع بيتطلعوا او بينظروا او بيستخدموا اداة الايرند فاليو للتنبؤ ما اذا كان المشاريع بتاعتهم هتخلص في الموعد المحدد ام لا، تمام؟ دي اول باراجراف بتقول فيه ديسني، يعني بتنوه عن الايرند فاليو. وزي ما قلت لحضرتك في محاضره كامله عن الايرند فاليو هنشرحها وليه احنا بنستخدمها غلط. فهي الدي سي ام اي بتقول يا جماعه ان معظم المديرين المشاريع او العديد من مديرين المشاريع بيستخدموا اداه الايرند فاليو في التنبؤ ان المشاريع بتاعتهم هتنتهي في الموعد المحدد او ممكن تتاخر. ولاحظ بقى في الباراجراف المهم اللي انا بقول لك عليه، قال لك recently، مؤخرا recently the baseline execution index has been popularized as a schedule completion early warning matrix. بقول لك مؤخرا تم تعميم مؤشر تنفيذ خط الاساس اللي هو baseline execution index كاداه لقياس مدى انتهاء البرنامج في الموعد المحدد ولا لا. يبقى اذا البي اي اي بتغني عن الايرند فاليو. لذلك لما كنا بنتكلم في الريسورس قالت هي مش الزاميه. طبعا ما هي مش الزاميه لو انا هنشتغل بالبي اي اي باداه البي اي اي. لا، اذا لما تيجي تقدم برنامج للاستشاري مثلا وانت هتستعمل قياس بالبي اي اي لازم تنبهه وتقول له خلي بالك ان انا هشتغل بالبي اي اي هنبدا نقيس بيه، تمام؟ او لو عايز تعدي برنامج كده من غير كوست عليه، فهتقول له ايه؟ ان البيز ريسنتلي مؤخرا تم تعميم البيز لاين اكسكيوشن اندكس كاداه لقياس مدى كفاءه لقياس انتهاء البرنامج الزمني في الموعد المحدد بتاعه ام لا، يعني بدل الاي في ام في النقطه دي. يبقى ريسنتلي ذا بيز لاين اكسكيوشن اندكس هاز بين بابيولاريزد as a schedule completion early warning matrix. هي أداة تنبيه لانتهاء البرنامج الزمني في الموعد المحدد، يعني هي بتقوم بتحل محل الـ EVM في النقطة دي. وقال لك إن the PEI أداة الـ PEI أو الـ Baseline Execution Index matrix measure task completion efficiency when compared to the baseline and relative to the data day. task completion efficiency كفاءة انتهاء النشاط عند مقارنته بالايه؟ عند مقارنته بالبيزلاين وفقا للداتا دي. يبقى انا عشان نستخدم البي اي اي بنقيس بها كفاءة انتهاء الانشطة، وانا بنقارن الكلام دي بالايه؟ بالبيز لاين. وقالت ايه كمان؟ قال لك ازاي انت تحسب ايه؟ قال لك مجموع سميشن اوف توتال كومبليت اوف توتال تاسك كومبليت تو
The submission of all tasks with baseline finish date on or before the current reporting period. ازاي الكلام دي؟ ازاي في المعادله اللي انا هقول لك دي عليها؟ بتجيب ازاي بنحسبها؟ بنقول ان اجمالي الانشطه اللي انتهت قبل او على الداتا ديت بالظبط، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الداتا ديت، على اجمالي الانشطه حسب البيز لاين اللي كانت مفروض تنتهي تكون اكبر من كام؟ اكبر من 95%. وقال لك this formula only applies to normal tasks، يعني بمعنى صح احنا بنستثني من هنا ايه؟ بنستثني من هنا level of effort والsummarize والزيرو duration task اللي هي المايل ستون. تعالوا بقى ازاي نحسب البي اي اي على البريمافيرا. احنا عندنا برنامج بسيط بالطريقه دي، وعندي الخط الازرق الفيرتيكال دي هو الديد لاين، تمام؟ هنبدا نعمل نبدا نقيس البيز لاين اكسكيوشن اندكس. انا دلوقتي مش هشتغل بالارنت فاليو، انا هشتغل بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس. وانا بقول لك ان انت لو طلعت برضو النهارده من المعلومه دي بالذات كفايه عليك النهارده، اللي هي اداه بدل الارنت فاليو. لو انا عندي برنامج من غير محمل عليه كوست، ازاي نبدا نتتبعه باداه منطقيه علميه معترف بيها وهي واكثر دقه، تمام؟ ليه؟ لان هي اكثر دقه، لان زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنستخدم الاي في ام ما بنستخدمهاش بصوره متكامله، عشان كده بيحصل اخطاء عندنا. طيب البيز لاين اكسكيوشن اندكس عندي اول حاجه بنعمل ايه؟ بنعمل فلتر. ايه هو الفلتر بقى ده؟ بنقول له الاكشوال فينش، لاحظ ان انا دلوقتي شغال بين البيز لاين والاكشوال سكجول. اول حاجه هنبدا نجيب الانشطه الاكشوال، هنقول له الاكشوال فينش الانشطه اللي انتهت is less than or equal data date، تمام؟ كل الانشطه اللي انتهت الاقل ايه اللي واخده actual finish، خد بالك احنا شغالين على الاكشوال فينش، واخده actual finish واقل من الداتا دي، واستثني الثلاث شروط الاخرانيين دول احنا حطيناهم عشان قلنا this formula اهوت this formula only applies to normal tasks، محطوطين ليه؟ عشان النورمال تاسكس، ان احنا بنطبق بس على النورمال تاسكس. فبنستثني برضه بنقول للبرمافيرا لما يكون الاكتيفيتي تايب از ايكوال تو ليفل اوف ايفورت ما تجيبهاش ليا، ولما يكون برضه ستارت مايل ستون حضرتك ما تجيبهاش، والفينش مايل ستون يعني ما تجيبليش لو في ليفل اوف ايفورت ما تظهرهوش، لو في ستارت مايل ستون ما تجيبهوش، لو في فينش مايل ستون ما تجيبهاش. ليه؟ انا عايز النورمال تاسكس، تمام؟ يبقى اذا دول شروط استثنائيه ان احنا بنستبعد الحاجات دي من تظهر لقدام. فبعد ما بنطبق الفلتر دي بتظهر لي الانشطه دي، فبقول لي عدد الانشطه اللي خلصت قبل الديتا ديت كام؟ 10 انشطه. وقلت لحضرتك ازاي ممكن تحسبها، حتى هو الهاشتاج اوت الكاونت بيظهر لك بالطريقه دي، وازاي تقدر تظهره. طبعا هو العدد هنا مش مظبوط لانه بعيد كل ار، وعدد الدبليو بي اس والاكتيفيتي والكلام ده كله. طبعا انا بتخش على جروب اند سورت وتقول له انا عايز سورت، مش عايز اي ايه سورت باي طريقه، انا عايز بالانشطه بس، تقول له نان فهتظهر لك، ومن خلالها تقدر تعد الانشطه وتعرف عدد الانشطه. طب اذا انا عرفت الاكشوال فينيشت اللي ايه؟ الحاجات اللي كانت اللي حاجات فعلا اللي خلصت قبل الداتا دي، تمام؟ هنعمل فلتر نفس الفلتر دي بس هنعمله على البيز لاين. خد بالك انا اللي فات كان على ايه؟ لاحظ معايا اللي فات هنا كان على الاكشوال فينش، الثلاثه الاخرانيين دول موجودين في الحالتين، لان انا مستبعد، انا عايز النورمال ايه؟ النورمال اكتيفيتي. الثلاثه دول موجودين هنا وهناك، فهنا كان الاكشوال فينش، وفي الشرط الثاني عم اقول له بقى هات لي البيز لاين فينش اللي حسب البيز لاين، الحاجات اللي كانت المفروض تخلص حسب البيز لاين واقل من الداتا ديت، واستثنيت الايه الثلاث شروط اللي احنا استثناهم المره اللي فاتت، فظهر لي ظهر لي الانشطه دي. قال لي عدد الانشطه اللي المفروض تكون خلصت حسب البيز لاين هم 11 نشاط. لاحظ يا شباب هو النشاط اللي ظهر هي نفس عدد الانشطه، ولكن النشاط اللي ظهر ايه؟ النشاط دي اللي ظهر، لان لاحظ ان البيز لاين الاكشوال لسه ما انتهاش او ما خدش اكشوال فينش. بص هنا كل الانشطه ما خدش اكشوال فينش، وبالتالي هو استبعده المره اللي فاتت، ما ظهرش معانا في الفلتر. يبقى اذا النشاط اللي غاب عننا المره فاتت هو النشاط دي. ليه؟ لانه لسه ما خدش اكشوال فينش، ولكن في البيز لاين هو انتهى. لاحظ ان اليالو كلر دي انتهي، يعني منتهي قبل البيز لاين، تمام؟ بنبدا بقى
نبدأ نحسب نطبق المعادلة، بنقول عدد الأنشطة اللي انتهت في الأكشوال على عدد الأنشطة حسب البيز لاين بيطلعوا كام؟ طلع لي ايه؟ 91%، يعني اقل من ال 95%. اذا البرنامج بتاعي اصلا المفروض نزود الكفاءه بتاعتي. فانا شغال لما نبدا نقيس بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس، فهي دلوقتي البرنامج بتاعي مايل للتاخير او الكفاءه بتاعته قليله، لان المفروض الكفاءه بتاعته ما تقلش عن 95%. ودي محاضره كانت ظريفه وخفيفه ان شاء الله، عشان احنا نكمل الدي سي ام اي. مش هنبدا نستطرق في حاجه جديده لانها قد تكون تاخد وقت. هناخد جزء من الاسئله دلوقتي لو حابين تستفسروا عن الدي سي ام اي الاول، وايه هي النقاط اللي فهمناها، وايه النقاط اللي ممكن وقعت مننا عايزين نفهمها. وان شاء الله من المحاضره الجايه هنبدا نبحر ان شاء الله في هاو تو ستادي بريمافيرا ان اكوريت ويز. انا جاهز دلوقتي يا شباب لاي اسئله، اتفضل. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس حسام، ازي حضرتك؟ فهمني. شكرا للمحاضره الجميله دي والله. الله يكرمك. بس حضرتك الجزئيه الاخيره اللي هي المقارنه ما بين البيز لاين اكسكيوتنج وال، عشان نقدر نحدد النقطة دي، معلش ممكن بس ملخص لها سريع تاني كده، معلش، لأن جاني تليفون. البيز لاين اكسكيوشن اندكس حضرتك هتتكلم على، قول لي رقم النقطة عشان نرجع. النقطة رقم 14 مش كده؟ البيز لاين هي النقطة رقم 14. ايوه هي ملخص لها سريع بس، ماشي، معلش بعد إذن حضرتك. حاضر، تحت أمرك يا حبيبي. أنا يهمني أنا أبقى سعيد إنك تبقى فاهم، يعني أنا انهراجل ده واجب عليا. لا 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 ما تعتذرش، ده واجب عليا. بص يا باشمهندس، باختصار باختصار شديد جدا، هي البي اي اي او البيز لاين اكسكيوشن اندكس، بس بتظهر لي الشاشه كده كل شويه بتداري عني، يعني مش عارف اخفيها ازاي بصراحه. البيز لاين اكسكيوشن اندكس هي اداه بديله عن الايرد فاليو. حتى لو تلاحظ قال لك مؤخرا تم تعميم البي اي اي لقياس مدى كفاءة انتهاء البرنامج الزمني، يعني هل البرنامج الزمني هينتهي في ميعاده ولا لا. يعني بمعنى صح، هي الأداة اللي كنا بنقيسه بيه، احنا كنا بنقيس الحاجات دي بالإيرنت فاليو، ولكن قال لك مؤخرا تم تعميم البي اي اي كبديلة، مش كبديلة، هي موازية للبي للإيرنت فاليو. تمام. يبقى اول نقطه ان انا هستفاد من البي اي اي ايه؟ هستفاد ان انا لو مقدم، انا هدي لك مقدمه وهنقول لك ازاي بتتحسب واحده واحده. هستفاد ان انا لو مقدم برنامج زمني من غير كوست ممكن نعمل كنترول عليه. وللاسف طبعا احنا عندنا يقول لك لا انا هشتغل بالاي في ام، الاي في ام، لان معظم الناس ما تعرفش غير الاي في ام. لذلك انا بقول لك نسبه كبيره من البلانرز في السوق ما يعرفوش ايه هي البيز لاين اكسكيوشن اندكس او البي اي اي. طيب هي ببساطه بتقارن الاعمال اللي انتهت وبتقول انت خلي بالك سرعتك عامله ايه. تمام. بتقول لك السرعه بتاعتك عامله ايه بناء على الاعمال اللي انتهت. ايه هي الاعمال اللي انتهت؟ انا عندي في البرنامج الصفحه اللي انا عامل لها شير ديت، في ظاهر قدامي لونين، البلو كلر واليالو كلر. البلو كلر هو البرنامج الفعلي، واليالو كلر عندي هو البرنامج هو البيز لاين. تمام تمام. بتقول لك باختصار كده عدد الانشطه اللي انتهت سواء حصل لها سلايد او ما حصل لهاش، يعني بمعنى صح، يعني مثلا النشاط الاولاني الموبلايز دي خلص قبل البيز لاين او خلص بعد البيز لاين، هي دلوقتي ما بتقارنش هو حصل له سلايد او ما حصلوش سلايد. هي بتقول لك عدد الانشطه اللي انتهت بالنسبه للاكشوال سكادول مقارنه بالانشطه حسب البيز لاين اللي كانت مفروض تنتهي. يبقى انا عندي البيز لاين، لما بنقف على الداتا ديت على سبيل المثال، انا النهارده 8/4، عدد على سبيل المثال عدد الانشطه اللي كانت مفروض حسب البيز لاين 10. وطيب انا خلصت كام النهارده؟ انا خلصت 9. وبالتالي بتقسم 9 على 10، مفروض باختصار كده تقسم 9 على 10 مفروض ما تقلش عن 95%. لو قلت عن 95% انت مفروض تزود السرعه بتاعتك. اذا الكفاءه بتاعتك قليله وحضرتك لازم تقلل تزود السرعه بتاعتك. زي السي بي اي السكادول بيرفورمانس اندكس. انا مش عايز بس اتكلم على الاي في ام عشان الناس ما تتوهش معايا، هي اداه انديكيتور بيوفر انك ما تشتغلش بالاي في ام.
ما تشتغلش بالارنت فاليو خالص، انت تشتغل بالبي اي اي، وهي بسيطه جدا وسهله جدا، وبتديك مؤشر انا متاخر ولا مش متاخر، او كفاءتي، اسف، انت كفاءتك متاخره، الكفاءه بتاعتك المفروض تزيد ولا لا؟ انا الكفاءه المفروض ما تقلش عن 95%، لو قلت عن 95% انت المفروض تزود معدلات الانتاج بتاعتك. بعد دي باختصار كالبيز لاين اكسكيوشن اندكس. طيب بعد اذن حضرتك، هل انا في الحاله ديت طبعا احنا بنقول مش هنحمل الكوست، طيب عادي ممكن ما اكونش بحمل الريسورس برضه زي ما قلنا في المحاضره الاولى، يعني ممكن هو اكون عملت جدول زمني بالاكتيفيتيز بكل شيء، ولكن انا لا حملت ريسورس ولا حملت كوست، لان بالتالي خد الكوست مستهلك بالك، بالريسورس. نرجع ونقول لحضرتك ايه الدي سي ام اي بتقول ايه؟ ريسورس لودد سكادول، انا هنجيبها لك اهيت، ريسورس لودد في نقطه رقم 10، ايوه ريسورس اهي، ريسورس لودد سكادول ارنت مانداتوري، ليست تمام. الزاميه، ده على فكره دي شرط صريح. طيب لا، ولكن هي but are recommended by DCMA. المعلومه دي على فكره، والمعلومه انا بشكرك انك مركز، لان المعلومه دي والمعلومه رقم 14 بتغيب عن، من عايز اقول لك 95، واحنا ناس في السوق اكيد عارفين، واسالوا، بتغيب عن 95% من البلانر، طبعا باستثناء الناس الاكاديميين، الناس الاكاديميين طحنين الحاجات دي وفاهمينها كويس، بس انا بكلمك على البلانر اللي في السوق معظمهم بتوه عنهم، النقطه دي بتوه عنهم، نقطه رقم 14. فالدي سي ام اي بتقول ايه؟ صريحة هي، خلي بالك، resource loaded schedule aren't mandatory but are recommended by DCMA، ولكن ليست إلزامية، ولكن متوصي بيها حسب DCMA بتوصي بيه. وقالت كمان إيه؟ accepted in integrated earned value management system، باستثناء الناس اللي هتشتغل بأداة الـ earned value، وخلي بالك قالت integrated، لو انت هتشتغل بالـ earned value يبقى فعلا حضرتك لازم تحمل. وقالت آخر نقطة، قالت ايه؟ قالت sometimes as a contractual stipulation، وفي بعض الأحيان بتكون شرط تعاقدي، يبقى إذا هي لو مش شرط، خلي بالك كل حاجة بتتم بالاتفاق، لو هي مش شرط تعاقدي وأنا مش هنشتغل بأداة الـ earned value يبقى لازمتها إن أنا نحملها. تمام حضرتك، تمام يا دكتور. يبقى اذا هي ليست الزاميه، يعني لاحظ ان النيجاتيف فلوت والليدز الدي سي ام اي بتقول لك اوعى تقرب منهم، الزامي زيرو، البرنامج بتاعك يكون زيرو. طيب انا في الريسورس قالت ايه؟ ليست الزاميه، ارنت مانداتوري، ليست الزاميه، بات ار ريكومند، ولكن انا بنوصي بيها كدي سي ام اي. خلاص كده؟ اتفضل. لو في تمام يا دكتور، والله شكرا جزيلا يعني، وربنا يبارك في حضرتك والله. تحت امرك حبيبي، تحت امرك يا فندم. شكرا لسيادتك، جزيل الشكر والله، رعايه الله، شكرا جزيلا، رعايه الله. مهندس عيد مبروك. السلام عليكم. المايك بس تقريبا فيه تمام. السؤال بس بتاعتك بالنسبه للاداه اللي هي بي ال اي، تعتمد على عدد الانشطه الفعليه بالنسبه لعدد الانشطه المعتمده فيها. معلش الصوت والله ما واضح يا حبيبي، بس وضح الصوت معلش. انا مش الو. ايوه بقول لسعادتك بالنسبه للاداه البي ال اي، البي اي اي اللي هي البيز لاين اكسكيوشن اندكس، معتمده على عدد الانشطه الفعليه بالنسبه لعدد الانشطه اللي هي بالنسبه للبيز لاين. الصوت بيقطع بس، انا في حاجات بتقع مني. انت تقصد نقطه رقم 14 ولا 14؟ نقطه رقم 14 اللي هي البي اي اي. ماشي. البي اي اي باختصار يا باشمهندس، لان نفس السؤال دي ساله الباشمهندس الفاضل اللي قبل منك. انا عندي اهو، انا عندي لو عكسنا سعادتك وقلنا زمن الانشطه اللي هي معتمدة على البيز لاين بالنسبة لزمن الأنشطة الفعلية، بدل ما يبقى عدد الأنشطة وعدد الأنشطة. لا، هي ما اتكلمتش. أيوة دي نقطة حلوة جدا، هي على فكرة ما اتكلمتش فعلا عن الزمن، هي اتكلمت عن عدد الأعمال. ما هو ليه بقى؟ ما كده مش دقيقة لأن الزمن، هقول لك بس تشتري مني يا صديقي، هشرح لك ليه. اتفضل. ما اتكلمتش بالزمن ليه؟ ما هو اولا الزمن، ما هو انا مش هنديك نشاط نبقى مخطط له ودارسه في 10 ايام وانت تعمله في 100 يوم، وبالتالي انت هتفوز عليا كده لو قسنا بالزمن. انت معايا؟ لو قسنا بالزمن، لو احنا بنفترض ان مفروض الزمن، ما هو هو ايه اللي بيختلف؟ احنا بنقول يا جماعه انا درست نشاط وحطيناه في الاول، وقلنا النشاط ده هو مدته 4 ايام، يبقى زمنه 4 ايام. تمام؟ انت حضرتك عملته في 10 ايام،
فعليا 10 ايام. فلو عملنا القياس بالزمن فاذا انت هتفوز، يعني ده الاكشن تبقى انت متاخر، وفي نفس الوقت تقول يا جماعه ده القياس لا بالزمن. اعكس اعكس المعادله، يبقى اعكس. طب ما هو حضرتك ايوه لو عكست المعادله يا صاحبي، والمقام اللي هي صح الفعليه. لو ايوه لو عكسنا المعادله يا صديقي، تمام كلامك مظبوط، بنقول نشاط انا كنت مخطط له، نشاط انا كنت مخطط له في البيز لاين نعمله في 10 ايام وخلصته في 4 ايام. طب ما هو اوتوماتيك لما انا هخلص في 4 ايام انا هبدا في اللي بعده، وبالتالي عدد الانشطه الفعليه هتكون اكتر من البيز لاين، فانا في الحاله دي انا متقدم. هو انت هتخلص نشاط وتقف، هي العمليه مش على نشاط واحد وتقف، يعني مثلا انا كنت مخطط لنشاط هعمله في 10 ايام عملته في 4 ايام، طيب بعد ما بخلص ال4 ايام انا ما بقعدش على الكرسي وننتظر، لا انا ببدا في اللي بعده. يبقى اذا كان المفروض كنت مخطط نخلص مثلا 4 انشطه، لا ده انا خلصت 6 انشطه، وبالتالي هيكون 6 على ال4 يعني اكتر من الواحد. يبقى اذا انا اكتر من 95%، فالكفاءه بتاعتي كويسه جدا. انا بقول لك هدي اللعب شويه، ده انت كده هتخلص بسرعه. تمام، شكرا يا فندم، كتر خيرك. مهندس اسامه انت مش اكتف النهارده، ايه يا مهندس اسامه انت صايم؟ كنت صايم النهارده لسه بدري على رمضان. موجود والله يا هندسه موجود، بس هي في مهندسين بيكلموني على الواتس. لا صوتك بيبعد كده، انا بفكر الصوت قطع ولا حاجه، بس ماشي يا حبيبي اتفضل. ايوه يا باشمهندس. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس انا بس كان في نقطتين حابب استفسر عنهم. النقطة الأولانية بالنسبة للميز تاسكس، ممكن حضرتك يعني تعيد لنا اللي هي المعادلة اللي موجودة دي؟ نقطة. نقطة كمان بالنسبة لل، نخلص النقطة دي عشان ما انساش. تمام، على الميز تاسكس. طيب الميز تاسكس، خد بالك الميز تاسكس هي بتقيس باختصار بقى، هي مخالفه، هي قريبه جدا على فكره. النقاط دي لما هتراجعوها هتفهموها، ولكن انت في البدايه تحس انهم كلك داخلين في بعض. الانشطه بتقيس كله، احنا دلوقتي بنتكلم على فكره اللي قبل الداتا ديت اللي هو دي يا شباب، من اول الخط الازرق دي او بدايه، يعني من بدايه المشروع لحد الخط الازرق دي شغلنا، سواء كان اشتغلنا على نقطه رقم 11 او نقطه رقم 14. تمام. طيب احنا هنا بنشتغل من بدايه المشروع الناجح، فهي بتقول لك ايه الانشطه اللي حصل لها، ايه اللي حصل لها سليبت، اللي حصل لها انزلاق، يعني ما خلصتش في ميعادها. بتقارن بين الانشطه اللي خلصت في ميعادها والانشطه اللي ما خلصتش في ميعادها. يعني لاحظ ان اول نشاط هنا قدامنا طبعا، وهنا على فكره هنا كل الانشطه سواء كانت ستارت، سواء كانت مايل ستونز عموما، او سواء كانت ليفل اوف ايفر، او سواء كانت نورمال اكتيفيتي، ولكن النقطه رقم 14، لاحظ في النقطه رقم 14 المعادله بتقول لك ايه، this formula only applies to normal task. يعني النقطه رقم 14 خاصه فقط، هي نفس القصه، بنقيس من بدايه المشروع لحد الداتا ديت، ولكن في الانشطه الفعليه، يعني مثلا البروجكت ستارت والبروجكت فينس، انيمال اسيس مش داخل معانا في الحسبان، ولكن في نقطه رقم 11 داخله معانا كل الانشطه، سواء كانت ليفل اوف ايفر او سواء كانت ايه، سواء كانت مايل ستونز. فبنعمل ايه؟ بنقول الانشطه اللي خلصت في ميعادها كام حسب البيز لاين، والانشطه اللي ما خلصتش في ميعادها كام، وبنقارنهم في بعض، بنقارنهم ببعض. بنقول مثلا عدد الانشطه، عدد الانشطه اللي حصل لها انزلاق بالنسبه، اجمالي عدد الانشطه كام، اجمالي عدد الانشطه اللي كانت مفروض تخلص، عدد الانشطه كذا، نبدا نحسبهم. قال لك ايه عدد الانشطه اللي المفروض خلصت قبل الداتا ديت، 1 2 كذا، لو عديناهم هنلاقوهم ايه، نلاقوهم 13 نشاط. طيب بنعمل فلتر تاني ظريف، بنقول عدد حسب البيز لاين فينش ديت، واستثني منها، يعني بنقول ايه البيز لاين بروجكت فينش ديت از ليس ذان اور ايكوال داتا ديت، وفي نفس الوقت هات لي ومعاها كمان الانشطه اللي حصل لها انزلاق، او بمعنى صح الانشطه اللي خلصت او اتاخرت عن البيز لاين. تمام. يبقى اول فلتر معانا عشان الناس بتوع، نبدا من الاول اهو، اول فلتر بنعمله بنقول ايه، بنقول البيز لاين فينش ديت، انا دلوقتي شغال على البيز لاين، البيز لاين فينش ديت از ليس ذان اور ايكوال داتا ديت، يعني الانشطه حسب البيز لاين اللي المفروض كانت تخلص
قبل الداتا ديت او مع الداتا ديت، وبنيجي بقى فلتر وبنبدا نعرف عددهم، بنقول عددهم كام، عددهم طلعوا معانا 13. بنبدا نعمل فلتر تاني بنقول له طيب الانشطه اللي حصل لها انزلاق او اتاخرت عن البيز لاين شويه، الفارينس بيز لاين فينيش ديت، يعني هو نفس الفلتر الاولاني اللي احنا عملناه البيز لاين فينيش ديت از ليس ذان اور ايكوال داتا ديت، وضفت عليه الفارينس بيز لاين بروجكت البي ال دي يا شباب اللي هي البيز لاين، بس عشان الناس الجديده الفارينس بيز لاين بروجكت فينيش ديت از ليس ذان زيرو ديت، تمام؟ فبيبدا يظهر لي عدد انشطه، يعني بمعنى ان كل الانشطه اللي ظاهره قدامي هنا حصل لها انزلاق، لاحظ ان اللون الازرق اهوت متاخر عن الاصفر، هنا الازرق متاخر عن الاصفر، كل الانشطه اللي ظاهره قدامي هنا ايه؟ الازرق متاخر عن الاصفر ما خلصش في ميعاد، في حين ان الرسمه دي كان معانا المايلستون هنا البروجكت ستارت ماشي، وعندي اي نشاط مثلا اللي هو السات فاونديشن خلصان، خلصوا الاثنين مع بعض ما ظهرتش معانا، والنشاط اللي بعده الصغير ده والنشاط ايه الاخير اللي هو قبل الاخير ما ظهرش معانا في الفلتر دي، ما ظهرش معانا في الفلتر دي ليه؟ لانه خلص مع البيز لاين. فبنبدا نحسب المعادله، المعادله ببساطه بتقول عدد الانشطه اللي حصل لها انزلاق على اجمالي عدد الانشطه اللي انتهت، لاحظ انا كلامي من بدايه المشروع لحد الداتا ديت لحد الخط الازرق ما جتش اي حاجه فوركاستنج خالص، ما اتكلمش عن فوركاستنج، تمام؟ فبنقول عدد الانشطه اللي حصل لها انزلاق مقارنه مقسومه على اجمالي عدد الانشطه، المفروض ما تزيدش عن كام؟ عن 5%، طبعا البرنامج اللي عندي هنا مضروب يعني 54% لان كله متاخر. طيب هو 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 المؤشر دي معناه ايه يا شباب؟ طب ما انا ممكن يكون متاخر بس عندي فلوس، هي مؤشر تنبيه مبكر بقول لك خد بالك انك انت، حتى لما انا شرحت دي وراجع التسجيل هتلاقيني شرحها بالتفصيل، هي اداه للتنبيه المبكره بتقول لك خد بالك ان البرنامج بتاعك هو مش ما في حاجه غلط عندك، هي بتقول لك في حاجه غلط، يا اما البيز لاين عندك غلط وبالتالي لازم تعمل له كوركتيف اكشن وتعمل له خطه تصحيحيه، يا اما الاكشوال سكادول عندك غلط، فهي اداه تنبيه مبكره من بدري بدري من الاول خالص، يعني ممكن بعد شهرين تعمل تشيك على الكلام دي وتبعت لو انت استشاري وتبعت تشيك تقول له خلي بالك انت كده شغال بمعدل بطيء جدا، بطيئك ليه؟ لان انت المفروض ما تزيدش عن 5% يا باشمهندس يا مقاول، وحضرتك انت شغال مثلا زدت عن 10 20 ده انت ضايع خالص، يعني بالنسبه للبرنامج دي انت محتاج يعني انت 54%، يعني انت ماشي بنص الكفاءه، يعني المفروض حاجه بتعملها في المفروض حسب الديزاين تعملها في 4 ايام انت بتعملها في 6 ايام و7 ايام، فاذا انت مش هتخلص في ميعادك. هي دي يعني بص باختصار خالص الدي سي بي بتتكلم عن ايه؟ كل هدفها ان تخلص في ميعادك بالجوده المطلوبه وبالتكلفه المطلوبه بس كده، يعني باختصار هي هدفها انك تخلص في ميعادك وبالجوده المطلوبه وضمن التكلفه المحدده، فهي كل ما تلاقيك من بدري بدري مش هتستنى انك تعدي شهرين ثلاثه او لو انت ما عندكش مش شغال بالارنت فاليو خالص، فهي عماله تديك مؤشرات تقول لك خد بالك طبق المؤشر دي لو حصل كذا، فهي كده دي اداه انذار مبكر ان فعلا معدلات الانتاج بطيئه جدا لان عدت ال 5%. ما هو معناها ايه 5% او 1%؟ لو واحد لو طلعت مثلا لو 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 طلعت مثلا دي على دي، ما هو لو مثلا ان الاثنين قسمتهم على بعض فبيطلع لك واحد، مفيش يعني انت شغال بنفس الكفاءه. طيب المفروض بقى انا ايه لو لقيت عندي مش عارف انا هنا ولا اتذكر هي في بيبر ثانيه ما ضفتهاش الصراحه، كان في حته ممكن نشرحها ممكن نضيفها لكم. فهي الخلاصه من كده ان ايه ان 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 ان, إن, إن, إن لما نيجي نقارن الاثنين على بعض المفروض ما يزيدوش عن 5%، تمام؟ ففي المثال اللي عندنا دي هي 54%، ليه 54%؟ لان كل الانشطه متاخره، لاحظ ما فيش نشاط ادي 1 2 يعني 7 انشطه متاخرين بالنسبه ل 13 نشاط، يعني تقريبا اكتر من 70% من الانشطه متاخر، يعني ودي مؤشر على انك هتخلص متاخر ببساطه كده، فهي كلها اداه للقياس او للتنبيه انك ماشي حسب الخطه او مخالف الخطه. السؤال الثاني يا باشمهندس. تمام، شكرا قوي لحضرتك باشمهندس. طب بالنسبه لل 14 نقطه، في حاجات بتتعمل على البيز لاين وفي حاجات بتتعمل على البيز لاين وساعه الابديت، صح كده؟ صح، حصل. تمام. أيوة. طيب احنا ممكن مثلا حضرتك لو تعمل لنا زي تيبل كده صغير او نميز النقاط اللي بنستخدمها على البيز لاين فقط ونميز النقاط اللي بتستخدم على البيز لاين وساعه الابديت. ببساطة خالص يا صديقي العزيز،
كل النقاط اللي اتشرحت في المحاضرة اللي فاتت هي خاصة باعتماد البيز لاين. انت استشاري اكيد، يعني بتسأل على النقطة دي ازاي ارفض اذا مش كده ولا لا استشاري؟ ايوه تمام. طيب ماشي. عشان كده بتركز. بص يا صديقي العزيز، كل النقاط اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت هي خاصة باعتماد البيز لاين، تمام؟ إضافة فقط النقطة واحدة اللي هي نقطة رقم 12 اللي هي خاصة بالكريتيكال باث تيست، هتضيف على النقطة دي فقط. يعني من 1 لـ 8 ونقطة رقم 12. تمام يا باشمهندس. دي الو خاصة، أيوة من نقطة ايوه زي تمام من 1 لـ 8 دي نقطة خاصة باعتماد البيز لاين، بتضيف عليهم نقطة رقم 12 اللي انت هتعمل تشيك على الكريتيكال باث تيست، تمام؟ بقية النقاط يا صديقي هي خاصة بالابديت واثناء الابديت، وهي انذار مبكر وبتنبهك والكلام ده كله. طيب تمام يا باشمهندس، جزاك الله كل خير يا باشمهندس. اخر بقى حاجه، معلش استفسار بس بسيط، انا اسف اني طولت على حضرتك. بالنسبه للنقطه رقم 14، انا دلوقتي بالنسبه اللي هي البيز لاين اكسكيوشن اندكس ديت، انا ممكن عدد الاكتيفيتيز مثلا انا اعمل له بريك داون كتير او اعمله فيزز، مثلا ممكن اعمله فيز 1 و2 و3 و4 و5 واقسم الديوريشن، الكلام ده هيديني عدد تمام. يعني مثلا حابب ان انا احط جزء من الجدول هعمل له فيزز كتير. فاهمك، كمل سؤالك. انا فاهم بالظبط تمام. فاهمك. لما اجي هعمل دلوقتي الداتا دي، او لما اجي اطبق الفورمولا بتاعت البي اي اي، هتديني مؤشر غلط لان مش داخل فيها الديوريشن، هتديني اعداد كتير. ليه هتديك مؤشر غلط يا صديقي؟ احنا بنقول ان البيز لاين على انت كلامك بتقول انا قسمت فيز معينه 1 و2 و3 وبالتالي اديتني عدد. طيب ما هو انت مقسم نفس التقسيمه دي في البيز لاين، ده انت كلامك دي يحصل خطأ لو انت البيز لاين مختلف عن الاكشن كعدد. لا ما انا مقسم التقسيمه ده هي هتبقى في البيز لاين، وفي نفس الوقت انا دلوقتي لما باجي التقسيمه ده هي هتديني عدد، ولو في اكتيفيتي مثلا كحفر ان بروجريس في اليوم ده، هو انا في جزء كبير جدا دخل معايا في الحسبه وفي جزء كبير جدا لسه ما دخلش معايا. لا ما هو في بقى نرجع ونقول لك ايه، ايوه انت كده. انا اولا الدي سي ام اي بتؤخذ كلها على بعضها وليس جزءا منها. تمام. لاحظ يا صديقي ان احنا قلنا ان الديوريشن ما تزيدش عن 44 يوم، تمام؟ تمام. وانا بنعمل البيز لاين اكسكيوشن اندكس دي تقريبا مانثلي، يعني بمعنى صح ان معظم الانشطه هتكون خلصت. ثانيا ان الانشطه ال 44 يوم، انا لو حاطط طبعا 100 يوم والكلام ده كله هتبقى صعب عليا ان نقيس باداه البيز لاين اكسكيوشن اندكس، لان هنفضل حاطط ايدي على فدي 3 شهور او 4 شهور عبال ما النشاط نقول الحمد لله نشاط خلص. فلذلك الدي سي ام ايه هي بتقول لك الماكسيمم ديوريشن ما تزيدش عن 44 يوم، وفي هنا جهات حكوميه بتشترط تقول لك ما يزيدش عن 18 يوم اصلا. يعني ليه الناس اللي بتقول ما يزيدش عن 18 يوم؟ عشان تقدر تعرف تعمل تشيك كويس بالبي اي اي، تمام؟ طيب انا دلوقتي على سبيل المثال انا 44 يوم وجيت بعد شهر، فمعظم الانشطه فاضل فيها 10 ايام. حضرتك ممكن تاخر لحد ما يخلص، مثلا تعمل التشيك دي بعد شهر ونص، وبالتالي هتظهر معاك انشطه. بعد شهرين هيظهر معاك انشطه، تمام؟ ليه؟ لان انا ماكسيمم ديوريشن 44 يوم. تمام يا باشمهندس، جزاك الله كل خير يا باشمهندس. الله يسعدك يا رب. مهندس حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينور. صوت كبير جدا وعالية جدا، يعني كويس قوي، يعني ان احنا يعني ايه قادرين ان احنا يعني نمشي معاك فيها. يعني ربنا يكرمك يا حبيبي. ما هي عايز افتكرك، هو انا ليا الحقيقة 3 أسئلة او 3 نقط يعني عايز اكلم حضرتك فيهم. اول واحدة اللي هي طبعا انا طبعا مع اللي بيقول ان هو ممكن الريسورسز والكاستمر ما يتحطوش مع
مع الاكتيفيتي. لو انا بعمل تايم مانجمنت بس، يعني انا بعمل تايم مانجمنت بس مش هحط لا ريسورسز ولا كوست. انما لو انا عايز اعمل كله على بعض لازم الكوست يتحط ويتحط الدايركت كوست والاندايركت كوست والكلام ده من الاول لاخر. فطبعا الكلام ده يعني عادي يعني، بس اساتذتنا واخواتنا واللي قاعدين معانا يعني كده يبقوا عارفين ايه السبب. انا مش قصه ان هم يعني سامحين او يريكومند، لا، لو انا مطلوب مني تايم مانجمنت بس مش هحط لا كوست ولا بتاع هكلف نفسي ليه وملهاش لازمه. انما لو انا هعمل ريسورس مانجمنت او كوست مانجمنت لازم احط، طبعا احط الكوست الدايركت والاندايركت وكل كلام من الاخر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه الحقيقه في البي اي اي اللي هي البيز لاين اكزكيوشن اندكس. في نقطه جت على خاطري دلوقتي. عندي معلش البي ال اي البيز لاين البي اي اي البيز لاين اكزكيوشن اندكس. تمام ايوه سمعتك مظبوط كده. ايوه دي البيز لاين اكزكيوشن اندكس. انا كاتبها قدامي يعني. دي هو في مشكله الحقيقه ممكن تقابلنا، ما تدينيش الكوركت بيرسنت بالظبط. لو انا، لان طبعا احنا في طبعا اكتيفيتيز، هل انا بشتغل مع السكند لاين ولا الثيرد لاين ولا الثيرد ليفل يعني قصدي يعني. لان انا ممكن ابقى داخل مثلا في الريفورس كونكريت حاطط في الايتم الواحد خمسه سته اكتيفيتيز، وفي البياض ممكن يبقى يعني 1 أو 2 اكتيفيتيز. واخد بال حضرتك؟ فالنقطه دي تتعالج ازاي؟ يعني انا هاجي ابص الاقيني كل نقطه صغيره، يعني مثلا بعمل اعمده وبعدين بعمل اسقف وبعدين بعمل مثلا بياض مثلا. هتلاقي العمود ده فيه مثلا خمسه ست اكتيفيتيز، والمباني مثلا فيها مثلا ايه 2 3 اكتيفيتيز وهكذا. فممكن يكون في اكتيفيتي من الاكتيفيتيز مهمه جدا، انما النمبر بتاعها جوه ال 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 السكيدول تبقى مهمه لكن ليميتد، وممكن تبقى متاخره وما تبانش، ما تحكمليش على البرنامج. في رأيي دي نقطه ثانيه واسال حضرتك عليها. طيب النقطه الثالثه، معلش سامحني بقى عشان ما ننساش بقى، انا كده اصلا بنسى، خلي بالك. انا عايز بس ننقل معاك اول حاجه السؤال. تنسى يا باشمهندس، ده انت شباب يعني، انت شباب يعني. لا والله، ما هو انا بس عشان انا ممكن تكون في دماغي كذا حاجه يعني. هو انت اول نقطه كانت استفسار او توضيح للناس، ما كانش سؤال، مش كده؟ انت كنت بتوضح للناس الريسورس عشان يبقى ماشي معاك بس. ان الريسورس يا شباب، انت لو هتعمل كلام حضرتك مظبوط، ما هو بص خلي بالك، الدي سي ام ايه هي قالت ان هي مش الزاميه. ليه هي بتقول مش الزاميه؟ لان هي مش هتاثر، مش هتديك تواريخ مضلله. هي الهدف من الدي سي ام ايه مش بتقول لك انك ما تحملش، بتقول لك ليست الزاميه. ليه؟ سواء حطيتها او ما حطيتهاش مش هتاثر على التايم بتاعك، او مش هتديك نتائج تنبيهات مضلله. انت حضرتك بتقول عايز نعمل كوست كنترول، ودي كلمه كبيره جدا وكلمه كويسه جدا، ويا ريت نشتغل ونشتغل عليها. نتمنى يعني ان السوق العربي يكون شغال في لا شغال بيها يا باشا. والله تمام. ايوه انا معاك، ماشي حضرتك. احنا ما اتكلمناش على فلوس خالص، انا بنتكلم دلوقتي هل البرنامج مظبوط لو عملت تتبع عليه؟ هل البرنامج ده هيضرني؟ هيضحك عليا هيقول لي انت هتخلص في 6 شهور وفي النهايه نلاقي نفسي هنخلص في سنه ونص سنتين؟ فلذلك بمعنى انا بتقارن بايه؟ بتقول لك ان انت لو ما حملتش كوست او ريسورس، هي كده كده انت البرنامج بتاعك كسي بي اي انت شغال بالكريتيكال باث ميثود، انت شغال كويس جدا، والنتائج اللي هتطلع لك لما تيجي تقارن بالادوات اللي انا حطها لك دهيت هتبدا تديك نتائج كويسه، مش هتديك نتائج مضلله ما دام انت بعدت عن الليد والنيجاتيف لاج والكلام ده كله، مش هيديك ميسليدنج سكادول فوركاست. وفي نفس الوقت قالت ايه؟ انا بنوصي بيه، يعني هي جت في الريسورس وقالت ايه؟ بات ار ريكومندد. انا بنوصي انك تحمل، يا ما بتقولكش ايه، ما بتقولكش ما تحطش، هي بتقول لك مش الزاميه ولكن انا بنوصي بيه. بنجاوب على سؤالك من نفس الكلام، لو حضرتك بتقول لك اكسبتد ان، باستثناء الناس اللي هتشتغل بالايرنت فاليو مانجمنت سيستم. طب ما انت لما تعمل كوست كنترول والكلام ده كله، ما انت هتستعمل اداه ايه؟ ما انت هتستعمل اداه الايرنت فاليو. فهي بتقول لك لو حضرتك هتشتغل بالايرنت فاليو مانجمنت سيستم ده انت لازم تحمل كوست ورسوم. ما انت هتشتغل ازاي؟ ما انت لازم تحمل الكوست. تمام.
الايرنت فاليو، انا ممكن احمل الاسعار بتاعت بتاعه خلاص، الايرنت فاليو الاسعار بتاعت المايك. بس بص صلي على الحبيب عشان انا ما نتوهش الناس معانا، انا مش عايز اتكلم على الايرنت فاليو وحضرتك وعشان الناس ما تتوهش معانا، لان في ناس مبتدا فمش عايزين نتوهوهم ونعقدوهم، يعني الناس لسه داخله النجاح. بالعكس 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 تمام. فهي انا هتكلم فيها بس هاخدها واحده واحده عشان الناس تبقى فاهمه، وفي نفس الوقت مش هتكلم فيها دلوقتي، هتكلم فيها في الابديت بعد ما نخلص الكيس ستادي. وانا ان شاء الله على امر ربنا عيني انا هشتغل في تو كيس ستادي عشان كل الناس تستفيد، وهنشتغل بيهم بالتوازي مع بعض. بعد ما اخلص في مرحله الابديت هنعمل انا الايرنت فاليو مانجمنت ونفك الكابوس للناس اللي هي خاصه بالايرنت فاليو، هي بسيطه جدا يعني. طيب وجت ايه الدي سي مي اخر نقطه بس عشان نبقى قفلت النقطه بتاعت الريسورس، وقالت ايه وفي بعض الاحيان بيكون شرط تعاقدي. طب ما هو ايوه المالك لو قال لك لازم تحمل البرنامج كامل فانت لازم تحمل البرنامج كامل. انا افهم من كده ايه؟ ان الريسورس ما بتضر، سواء لو ما حملتهاش مش هتضر البرنامج، حملتها هتزود مميزات بمعنى اصح. يعني باختصار كده يا شباب بالنسبه لكل الناس، الريسورس دي انا لو ما حملتهاش مش هتبوظ لي البرنامج، طب لو حملتيها هتديني مميزات وهنقدر نقيس كذا حاجه وهنعمل حاجات. انا شخصيا ما فيش برنامج عندي مطلعه لازم يكون متحمل كل الكلام ده كله، بس انا بقول لك ايه، انت لو عايز تعمل واحد تقدمه مبدئي كده والاستشاري يتعنت عليك وتقول له اعمل حاجه، طب انا ممكن حسب حالاته. وفي برامج مثلا انا عايز مثلا ايه ريميننج وركس، مشروع هيخلص بعد شهرين مثلا وعايز نعمل برنامج للاعمال المتبقيه، يبقى اذا انا هنقعد نحمل له بقى والكلام ده كله. طب يا عم تقبل ونشتغل نعمل تشيك بنقطه مثلا رقم 14 حسب دي اس ام اي ماشي، يعني في استثناءات. اما برنامج في بدايته حمل، بس لو ما حملتش مش هتديك نتائج مضلله، ادى الهدف منه. تمام. السؤال الثاني بقى اللي حضرتك كنت بتقول لي عليه، توقع انا نسيته، يا ريت تذكرني عليه باختصار كده عشان نتكلم فيه، اللي هو ان الريسورسز عندي ممكن تتاخد من السكند ليفل او من الثيرد ليفل. ايوه فهمت، انت قلت لي ممكن يكون في تفصيله انشطه مهمه وفي نفس الوقت مش موجوده على البرنامج والكلام ده كله. طيب يا باشمهندس احنا بنقارن اتنين ببعض، بص صل على النبي، باختصار كده انا بقارن بيز لاين مع اكشوال بعد نقطه معينه، بعد نقطه معينه، بعد شهر، بعد اثنين. انا كنت مخطط نخلص 20 بعد على سبيل المثال في الشهر مثلا، انا كنت مخطط نخلص 30 نشاط كل يوم نشاط، جيت على اخر الشهر لقيت نفسي خططت 29، فببساطه بتقسم 29 على 30 فبيديك المعدل قليل، فانت قليل بس. فنشاط مهم مش مهم انت ذكرته او ما ذكرتوش، انت بتقارن بيز لاين مع اكشوال. ما هو لو النشاط اللي هو مهم ومش مكتوب في البرنامج فهو بالفعل، اولا لو هو مهم ومش مكتوب في البرنامج فدي خطا مننا، فاحنا لازم لا لا معلش انا مش بقول مش مهم، انا بقول بند، يعني بند جوه حاجات، يعني في فرق ان انا اقول مثلا بند خلاص انا مصلحه، وبدي ان انا اقول ان في نجاره وحده ده وانت ان عدد الاكتيفيتيز لو انا باخد من الثيرد ليفل او الفيرست ليفل البريك داون هيبقى ممكن يبقى مش ما هوش مش عاطي البرسنت بتاعته صح. لا يا باشمهندس انت قصدك ان مثلا شغال بالورك باكج ولا بالاكتيفيتيز، يعني ورك باكج مجموعه اعمال كده ولا بالاكتيفيتيز؟ طيب هو انت طيب هقول لك ايه المشكله دي. هو انت يا باشمهندس وانت بتعمل البيز لاين من الاساس انت قدرته خطا، ما هو انا مثلا انا ورك باكج مثلا صب اعمده الدور الارضي وسكت، طيب وانا بنحط اعمده الدور الارضي بنقعد مع مدير المشروع بنقول له هتشتغل الحداده بكام وكم يوم والنجاره بكم يوم وهتعمل اوفرلاب، يعني بنتفق طب كذا كذا كذا، بنبدا نحسبهم مثلا 10 ايام يا باشمهندس خلاص 10 ايام، فانا حاسب يعني كل السب اكتيفيتي او كل الانشطه الصغيره اللي انا ما ذكرتهاش في البرنامج انا حاسبها. ما هو مش شرط كل حاجه تكون مش مكتوبه انا مش حاسبها، لا كل حاجه مش مكتوبه انا حاسبها وحاططها عامل ورك باكج. الورك باكج اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو مثلا اعمده الدور الارض. اعمده الدور الارض دي انا حاططها 16 يوم، هتيجي تقول لي طيب يا باشا يبقى عندي اكسل شيت ثاني فيه تفصيلي. الاكسل شيت اللي هو فيه الاعمال التفصيليه، حتى كمان لما تيجي تتناقش مع الاستشاري، ما هو مش كل على فكره احنا لو هنعمل وخاصه في الانفراستراكشر لو هنطبق البي او كيو بالظبط، انا لقيت برنامج ولسه رافضه من اسبوع وبدانا نعدلوه لقيته في حوالي 20,000 نشاط، الراجل مسك كل ابره موجوده في البي او كيو حطها، فدي صعب. ما هو بص if you can't، بص دي مثل شهير، if you can't simplify your schedule you don't understand it enough. طبعا انت
طبعا. If you can't يعني دي لازم تفهمها وتكون قاعدة أساسية. If you can't simplify your schedule you don't understand it enough. إيه معنى الكلام؟ لو أنت ما عرفتش تبسط البرنامج الزمن بتاعك أنت شخصيا يا بلانر ما أنتش فاهمه بصفة كافية. أكيد. فأنا لازم البرنامج بتاعي يكون إيه؟ easy to understand it clearly and simple. يعني يكون simple وبسيط وواضح وسهل في الفهم، لان انا مش هنقعد نحط ندوش. اصل مين اللي بيتحاسب على الكلام ده كله؟ اللي بيتحاسب على الكلام ده كله مدير المشروع. ما انا مش هنقعد ندوش مدير المشروع في 18 نشاط انا يعني، وفي نفس الوقت الراجل عنده شغل وعنده اجتماعات وعنده مقاولين باطن والكلام ده كله، ومطلوب كل شويه البلانر يروح يقول له حدثنا كذا وحد. انت هتدوشه في 18000 نشاط؟ لا، انت بسط. وانت بتبسط دخل الحاجات اللي الصب اكتيفيتي دي ضمن المده بتاعتك. يعني انا بنتكلم على اعمده الدور الارضي وذكرت انا بيني وانا بنحسب مع مدير المشروع بالورق واحنا بنعد البيس لاين، هو بيقول لي خلي بالك حداده 4 ايام، نجاره 6 ايام، يومين في الاول ويومين مش عارف ايه في الاخر، وصب يومين، وفتره معالجه كذا وكذا وكذا. يبقى اذا وصلنا لكام يا باشمهندس اعمده الدور الارضي؟ على سبيل المثال وصلنا 14 يوم. يبقى انا بنقول ايه؟ اعمده الدور الارضي 14 يوم. بس داخل النشاط دي انا حاسب كل حاجه تفصيليه. ويا حبذا زي ما انا بعمل على فكره في شغل الكلام دي، بيكون عندي اكسل شيت تفصيلي، وهتعرفوه معايا الكلام ده كله، هيكون عندي اكسل شيت تفصيلي وانا بنقدم البيز لاين للاعتماد، بنبقى باعت معاه الاكسل شيت ده هو، بنقول له انا عملت كل حاجه ازاي، كل رقم جه ازاي، تمام. فاذا اي نشاط صغير لازم يكون محسوب معايا ضمن الانشطه، بمعنى ان انا ضايف كل الشغل اللي موجود عندي، وفي نفس الوقت انا مبسط البرنامج بتاعي. تمام يا باشمهندس؟ فانا كده تقريبا يعني كل اللي انا في نقطه بس اللي هي الاخرانيه بقى، اللي هي بتاعت الديوريشن. المفروض الماكسيمم ديوريشن ما تزيدش عن كام؟ 40 يوم. 44 يوم. طب اللونج ليد ايتمز يعني لا انا مش هجاوبك على النقطه دي يا باشمهندس. حضرتك بقى استسمح سعادتك عشان وقت ووقت حضرتك راجع. انت ما كده انت حضرت معانا المحاضره اللي فاتت؟ طيب يا باشمهندس استسمحك بقى نسمعه بس المحاضره اللي فاتت. انا اتكلمت على كلمه اللونج ليد ايتم واختلاف الكالندر ووقف في الجمارك وفنط وقلت الكلام ده بالتفصيل. فاستاذن سعادتك هتسمع المحاضره اللي فاتت وتقول لي انا سمحتها وما فهمتش النقطه دي. لا ماشي خلاص، شكرا يا باشمهندس. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس حسام، جزاكم الله كل خير وعلى هذه المحاضره القيمه وصبرك علينا وتحملك لكثره الاسئله. شاكرين جدا. بس سيدنا بنتعلم منكم يا باشمهندس. لا خبرين، الله يخليك. انا بفكر حضرتك المهندس عادل توفيق مقاولين العرب القاهره. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. انا مدرستي الله يخليك. الله يخليك. انا بس دايما في مع البلانرز، يعني انا بعض الاونرز او العملاء هو بيقيس بالفلوس، بيقيس بيقول لك المشروع ده ب 100 مليون انت عملت النهارده ايه ب 20 مليون، يبقى انت معامل 20% من المشروع. ولو قسنا بقى بعدد الانشطه ممكن يكون يعني عدد انشطه كتير جدا انا خلصتها وعامله نسبه اعلى. ولو يعني حضرتك قلت مش هنقيس بالمده ولا بالفلوس. لا يعني كل انا بقول القياس بعدد الانشطه بس ممكن يخدعني الى حد ما يعني. صح 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 صح، كلامك مظبوط. طيب دي سؤالك اجاوبك عليه. هل هعمل كومبرومايز ما بين بقى القيمه وما بين المده وعدد الانشطه؟ يعني التلات حاجات دولت ما فيش فورميوله بتدخلهم مع بعض؟ بوط الله ينور. لا والله انا بص يا باشمهندس، كل شويه انتوا عمالين تجروني على الاي في ام وانا مش عايز استطرق لها عشان الشباب الصغير لان لها محاضره، ولكن هقول لك قصه الاي في ام وهنشرحها بالتفصيل. انت بتقول بعض الاونرز بيحسبوا بالفلوس، مظبوط. ايه نشاه، انت كده شدتنا على نقطه، ايه نشاه الاي في ام او الايرنت فاليو مانجمنت؟ سبب نشاه الايرنت فاليو تقريبا في الستينات كان الجيش الامريكي، دي قصتها بقى، كان الجيش الامريكي عايز يعمل مشروع قومي. يعني بمعنى ايه؟ ان المشروع ده هو تبع الشعب كله، او عايز يعمل حاجه للشعب كله يتابعها. فقالوا ايه؟ طيب هي الناس بتفهم في ايه؟ ما هو مش كل الناس بتفهم في الهندسه، ما انا مش هقول للناس بقول له الديوريشن والبيسوميستيك والماستر ايكلي والكلام ده كله.
لا، الناس كلها بتفهم في ايه؟ بتفهم في الفلوس، فنعمل لهم اداه للقياس في الفلوس. ومن هنا كانت نشاه الاي في ام. الاي في ام لوحده غير عادله، والبي اي اي لوحدها غير عادله. طيب الاي في ام حضرتك انت بتقول لي برضو، انا هنجاوبك من خلال سؤالك. انت بتقول لي لو هنشتغل بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس هيبقى فعلا، لان الاونر بيقول لي قيس بالفلوس، وبالتالي انا قيس بالمدد. في مدد ممكن تكون على سبيل المثال مثلا مدد الحفر ومدد الخرسانات، شغل العتاله والكلام ده كله ما عليهوش فلوس، ونيجي في اخر المشروع توريد مثلا شيلرات او توريد مثلا محطات قطارات والكلام ده كله فيه فلوس، يعني التوريد بيحصل في يومين. يعني بمعنى صح نقعد في اول 3 شهور بنعمل مثلا مليونين وثلاثه، ونيجي مثلا لما نيجي نورد نعمل بال 100 مليون. طب ما انا لو قست بالاي في ام في اول المشروع انا ضايع، ولو قست بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس انا 100 100. طب ايه الحل؟ الحل يا باشمهندس حسب طبيعه كل مشروع. اولا انا لو عايز اعمل اتشيك على البيز لاين اكسكيوشن اندكس نقدر نعمل اتشيك. الاي في ام لوحدها لو انا جيت في بعض النشاط ووردت، هتلاقي مثلا انا نايم في اعمال الخرسانات هي بتكسب الفلوس اهو، اعمال الخرسانات الرخيص، او انا واخد بند رخيص مثلا، بند الخرسانات الرخيص ومرافع الشغل في اعمال الكهرباء، فاذا انا معدلاتي زي الزفت في اول المشروع، تك تك تك. المالك عماله يقول لي انت بتاخر انت بتاخر. ففي الحاله دي انا بنلجا بايه؟ نقول له لا يا باشمهندس، انت حضرتك قايس بالاي في ام، والاي في ام بتقيس بالفلوس، وبالتالي حضرتك احنا ممكن نشتغل بالبي اي اي البيز لاين اكسكيوشن اندكس، تشوف معدلات الانتاج بتاعي حسب البيز لاين اكسكيوشن اندكس، وبالتالي انت هتلاقيني ماشي حسب البرنامج. انا بقول لحضرتك بقى ان البيز لاين اكسكيوشن اندكس والاي في ام هما الاثنين مكملين لبعض. انا ما بنرفضش، يعني بص يا شباب، يعني يا ريت النقطه دي عشان ممكن ناس تهت منها النقطه دي، انا لا ارفض الاي في ام. الاي في ام اداه قويه جدا وانا بستعملها كل يوم، انا ما اقدرش اشتغل من غيرها اصلا. البيز لاين اكسكيوشن لم تمحي الاي في ام، لم تمحي الايرنت فاليو مانجمنت، تمام، ولكن هي دي اداه على حسب. بمعنى ان انا لو هشتغل انشطه خرسانات وفيها شغل بتستهلك وقت، على سبيل المثال بقى على سبيل المثال انا خدت بند الحفر رخيص وطلع وقال لي اعمل، كان من ضمن شروط التعاقد اعمل جسات، وعملت جسات وطلعت مثلا، عملت للاسف عملت جسات في اماكن وطلعت صخره حسب ما توقع، او ضربت الجسات وفي النهايه طلعت صخر وقعدت اكسر وانا واخد السعر بسعر رخيص، فبالتالي طول الشهر ما فيش انتاجيه عندي، وبالتالي انا لو قست بالاي في ام انا مصدوم. يبقى في الحاله دي انا هنقيس بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس. طيب هنيجي مثلا في التوريدات، نورد شيلرات او نورد مش محولات كهرباء او نورد حاجات فيها فلوس. طب في خلال شهرين انا وردت، فتلاقي الاي في ام نطت معايا لفوق، يعني انا شغلي زي الفل في خلال 15 يوم. طب ازاي؟ لا، في الحاله دي انا بنشتغل بالبيز لاين اكسكيوشن اندكس، هتديني المعدلات الطبيعيه. وفي حاله لما يكون في كوست متوزع الاثنين مع بعض بالتساوي، ممكن تشتغل دي او دي. ففي الحاله دي انا في كلا الحالتين ما فيش خطا عندي، ولكن لازم حضرتك بتكون عارف البيز لاين اكسكيوشن اندكس امتى نستعملها، ولازم حضرتك تكون عارف امتى الاي في ام امتى نستعملها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور حضرتك الله يخليك، اتفضل. بقول لحضرتك حاجه دلوقتي كده، انت حضرتك قلت لي انا بقدم اول مشروع ديتيلز للبرنامج بتاعي، بحيث ايه بقى حاطين بيزن تبني عليه. فالقصد حضرتك دوت الميثود اوف ستيتمنت لكل بند والديوريشن بتاعته والريسورس اللي هنستخدمه فيه، ولا قصد حضرتك ايه؟ ايوه، لا تستعجل يا صديقي، هتفهم الكلام ده كله وهتشوف الميكانيكا اللي بتحصل. وبنعمل في ميكانيكا احنا بنعملها كده، وميكانيكا لذيذه جدا. انا بقول لحضرتك هتستمتع وانت بتتعلم معايا ان شاء الله. في ميكانيكا بنعملها كده قبل ما نخش البريمافير، وبعد ما كله دي على الاكسل، وبنبقى شغالين وعمالين نحسب كل نشاط ودي جه منين والنشاط دي جت ازاي والحاجات دي كلها جت ازاي. نبدا نعك في اكسل طويل كده وظريف، والاكسل دي يا شباب يا ريت كل الناس تركز في النقطه دي. انا هعمل لكم مجموعه انشطه، وبالتالي وبقيه الانشطه هتكملوا لي انتوا الاكسل دي، هيكون من ضمن السكور بتاع منح الشهاده، يعني هيكون عليه حوالي تقريبا 30% او 40% من نسبه الحضور اللي هيخلص الاكسل دي. فهتبقى في ميكانيكا بتتعمل جوه الاكسل، وبعد كده في لمح البصر ان شاء الله، يعني في خلال 10 دقائق ربع ساعه بتحول الكلام ده كله للبريمافير، وازاي تحط المده
مده الديوريشن بناء على معدلات الانتاج. على فكره المده ما بتتحطش هباء منصوره، معدلات الكوست بيتحط بناء على البي او كيو وبناء على كل نشاط، كذلك العماله والمعدات، الكلام ده كله بلوح الثبات هتفهمه معانا ان شاء الله خلال الكورس وبطريقه بسيطه جدا وظريفه جدا وهتستمتع بيها ان شاء الله. بس هي البي اي ممكن تعوضني عن كده اعتقد، لو انا اشتغلت ديوريشن بس وميثود، مش مهم احمل ريسورس وكوست. انت ما هو بص دي بالاتفاق البيز لاين اكسكيوشن اندكس، لو في اتفاق بينك وبين الاونر في مشاريع، هو بص هي عشان بص خلي بالك يعني الايرنت فاليو والاثنين مع بعض مكملين، بس انا بقول لحضرتك لو انا مش محمل كوست على البرنامج، ماشي، مش محمل على البرنامج، هل على فكره لو تلاحظ بس في النقطه، عشان احنا في كولابس عندنا بنقول الكوست والريسورس، على فكره هم واحد. فين بس النقطه اللي انا هقول لك عليها؟ فين نقطه الريسورس يا باشمهندس؟ اهو لاحظ ان هي بيقول لك ايه ريسورس اسايند، وحطت بين قوسين اورز على الدولارز، وفي نفس الوقت قال لك هاف دولارز اور ريسورس اسايند. يعني انت هو معنى كلمه احنا مشكلتنا ان احنا في البرامج بتاعتنا بنتحايل على البرمافير، بندخل الريسورس على ايبل كوست على انه ريسورس، وبنحط الريسورس على انها عدد من غير كوست. هو هنا البرمافير عموما، او لو يقول لك مثلا انت هتحمل الريسورس مثلا حفر معده اكسكافيتور، الاكسكافيتور دي كام سعره؟ هو دلوقتي بيتكلم يقول لك ايه كام سعره في الساعه او كام سعره في اليوم او كام سعره كذا، وبالتالي انت بتحط المعده ومعاها التكلفه بتاعتها، وبالتالي هو ميال اكتر للكوست كنترول، لذلك هو قال لك ايه هاف كوست اور ريسورس اساين. يعني انت لو محمل الكوست او لو انت محمل الريسورس اساين، هو بيقصد هنا انت لما تحمل ريسورس اساين انت محمل عليها كمان ايه، انت محمل عليها التكلفه، تمام. فاحنا في شغلنا احنا بنفصل، لذلك احنا دايما الاسئله دي بتيجي بسبب ان احنا عدم فهمنا الوضع او بطبيعه شغلنا، ان احنا بنمسك الريسورس بنحملها لوحدها وبنيجي محملين الكوست على انه ريسورس لوحده كده، تمام. انا الكوست بيبقى بادجت مشروع، ايوه، اللي هو البي او كيو المشروع. لذلك بقول لك ان احنا برضو بنستعمل الايرنت فاليو خطا. ما هو انت الايرنت فاليو بتتبني على ثلاث حاجات، البلاند فاليو والاكشوال كوست والاي في ام الايرنت فاليو. ما هو انت في البلان القيمه المخططه والقيمه الفعليه اللي انت صرفتها. طب هل حد فينا بيقف على النشاط وبقول له مثلا لا. انا كوست كنترول، انت دي كوست كنترول، فدي قصه ثانيه. وبالتالي احنا بنستعمل، هقول لحضرتك واحنا بنشرحه مع بعض ايه الحاجات اللي انت تاخدها من الايرنت فاليو، ايه النتائج اللي انت بتاخدها عشان تديك نتائج كويسه، لان احنا بنقيس بها تايم على فكره. يعني احنا برضو بنقيس الايرنت فاليو بالتايم، احنا بنوجه الايرنت فاليو عشان تقيس لي تايم، فما دام انا بقيس تايم بتايم فانا عندي نقطه 14 مغطيالي ايه؟ مغطيالي لانها بتقيس لي تايم، بتقيس حاجات عشان انا عجباني جدا. يعني انا كده عايز اشتغل، لان اكتر مشاريعنا يعتبر دلوقتي فيها مشكله في بي كيو جديده جايه وريفيجنز فدي كده تبقى حاجه تكفر موضوع سهل جدا. سهل جدا وبتديك نتائج كويسه جدا، بتقول لك انت ماشي حسب الخطه ولا مش ماشي حسب الخطه، وبالتالي انا مش بخترع على فكره، دي مش كلامي. يا فندم انا واخد بالي، ده بقول لك دي ميزه كبيره، اي اف سي هات كتيره جدا في مشاريع دلوقتي في مصر، الاي اف سي يعتبر كل يوم. يا باشمهندس صح، ليه انا قلت لك الكلام اللي انا جايبه لك ده هو كلام 90% او اكتر من البلانر ما يعرفوش في السوق، وانا مش بقول لك الكلام دي عشان حضرتك تقول لي الله ينور او انت بيرفكت، انا اصلا لا اعرفك ولا اعرف غيرك، احنا كلنا بنعرف بعض، فانا بقول لك الكلام ده هو عشان انت تاكله اكل تحفظه، عشان تحتج بيه على الاستشاره او الاونر. ما هو الاونر لما تقول له في الجهه، ليه هو الاونر بيعترض ويقول لك حمل لي كوست ورسول؟ لانه ما يعرفش البيز لاين اكسكيوشن اندكس، وبالنسبه له ما يعرفهاش. فلما حضرتك تقول له في جهه يا فندم، في جهه معتمده هي بتقول ان احنا عندنا ممكن نقيس من غير ما نحمل اصلا كوست خالص، ونقدر نقيس الاداء بتاعنا عن طريق البيز لاين اكسكيوشن اندكس، وتقنعه بالكلام ده فهو بيقتنع. هو ما هو الانسان عدو ما يجهل، هو ليه بيعارضك؟ لان هو مش فاهمها او ما يعرفهاش، ما عندوش علم عنها، فبالتالي بيلزمك بالحاجه اللي يعرفها. طب معلش، هو في دكتور المنظمه دي ليها كتاب او كده او بي دي اف فيها ليها زي
حضرتك لو كتبت على الاي في ام، هو اللي انا جايبه دي خلاصه كتب كتير. ما انا فاهم مدني، لو هبعتها لحضرتك، هبعتها للمهندس اسامه لو يبعتها لكم، اللي هي الاختصار الملخص بتاعتي. جزاك الله خير يا فندم، تسلم ايدك، وانا سعيد اتعرف بحضرتك باذن الله يا فندم. تحت امرك يا حبيبي، الله يكرمك. شكرا. Can repeat the explain the اللي هي بتقول لي this formula only applies to normal tasks so we filter out، المفروض تعمل filter out تطلع level of effort with summary task and zero duration task. المعادلة دي يا باشمهندس هي بتقول أنا شرحتها بالصور، إن هو عدد اللهم صل على الحبيب مصطفى، عدد الأنشطة اللي هو بيقصد بالفورمولا رقم 14، عدد الأنشطة اللي انتهت مقارنة بالبيز لاين. شوف الأنشطة اللي انتهت قبل التاتا ديت مقارنة بالبيز لاين. فالفورمولا بتقول ايه بقى؟ هي بتقول ايه؟ sum of all activities complete as of the data date. يعني ايه summation asset؟ summation of all activities completed، يعني كل الأنشطة اللي انتهت وكانت ايه قبل الداتا ديت، على على summation of all activities with baseline completion date on or before the data date، سواء كانت على الداتا ديت او قبل الداتا ديت. فهي دي المعادله. المعادله الثانيه برضو هي كلها معادلات بسيطه، يعني السؤال يعني السي بي الاي دي كانت خاصه برقم 13 لو احنا بنراجع المعادلات كلها. انا شرحتها بالمثال، يعني انا شايف ان ما فيهاش مشكله، يعني لو هو عايز يستفسر حاجه يبعت لنا الله يكرمك. الان البيز لاين قيم ما فيش اكشوال. ازاي يا باشمهندس ما فيهوش اكشوال؟ طب ما هو البيز لاين، ايوه ما هو البيز لاين ما فيهوش اكشوال يا باشمهندس، هو البيز لاين بيحصل له اكشوال. لا بص يا باشمهندس، دي المهندسين، ما هو انا بس هتفهموا الحاجات دي مهندس جديد يعني لسه داخل المجال. البيز لاين يا هندسه هو القصه باختصار، برضو هحكي لك قصه البيز لاين زي ما حكيت قصه الاي في ام. الاول يا باشمهندس قبل البرامج دي كانوا بيعملوا برنامج كده بايديهم على ورقه كبيره ويلزقوه على ايه؟ على الوول كده، ويبقوا حاطين ورقه شفافه عليه، تمام؟ ويبدا يقول مثلا نشاط واحد يعلم عليه بالرصاص كده، لو هو خلص عليه بيجي على الورقه البيضاء اللي فوق كده يجي ملونه فوق منه، لو هو خلص متاخر بيجي ملونه متاخر شويه. طيب وانا يعني طبعا يبقى في الاول خالص عشان بس ان الناس تركز، الاول خالص قبل البرامج كان بيتعمل برنامج، بيتعمل بالقلم جاف مثلا وبيتلزق على حيطه، تمام؟ وبنيجي جايبين ورقه، كانوا بيجيبوا ورقه شفاف، الكلام ده طبعا احنا ما حضرناهوش، بيجوا جايبين ورقه شفافه ولاسقينها عليه. هي دلوقتي باينه فين؟ هي باينه تحت الورقه الشفاف. طيب انت تقدر تعدل في الورقه اللي تحت؟ لا ما انت ما تقدرش، ما هي اتغطت خلاص، انت من حقك تعدل في اللي فوق. فاللي فوق ده كان بيسموه البرنامج الفعلي، واللي تحت كان البرنامج المخطط. فالاصفر دوت في الشاشه اللي احنا ظاهرينها دي قدامنا ما فيهوش اكشوال اصلا، ده هو ثابت، ده هو بلوك على كده ثبت الميعاد ده، هو يوم 1/4 هنبدا كذا، يوم 2/4 هنخلص كذا، يوم 6/4 الاكشوال هو اللي بيتغير، وبالتالي ما فيش اكشوال بالنسبه للبيز لاين، ما فيهوش اكشوال. ممكن شرح عن اللوجيك؟ لا انا مش هشرح اللوجيك يا باشمهندس، انا شرحتها المحاضره اللي فاتت بالفعل، فحضرتك دي اللي داخل معانا النهارده، اول كلمه اتكلمت عنها في المحاضره اللي فاتت هتلاقيني شارحها، فاستاذن سعادتك هتسمع المحاضره اللي فاتت، لو ما سمحتهاش قول لي يا باشمهندس انا سمحت المحاضره وما فهمتهاش وانا هجاوبك عليه. دي اول كلمه يا باشمهندس اتكلمنا عليها. اللوجيك باختصار هي الاوبن اند والدانجلينج اكتيفيتيز. ايه هي الاوبن اند وايه هي الدانجلينج اكتيفيتيز؟ الاوبن اند يا باشمهندس انا بنعمل نشاط ورا نشاط ورا نشاط ورا نشاط، وجيت في نشاط، يعني المفروض كل نشاط يكون قبليه نشاط وبعديه نشاط. طيب في انشطه من الانشطه وانا شغال مع كثره الانشطه نسيت ما نربط نشاط بنشاط، فدي اسمه اوبن اند. طب ايه هو الدانجلينج اكتيفيتيز؟ الدانجلينج اكتيفيتيز يا باشمهندس جيت بنقول ان النشاط دي هيكون بعديه النشاط دي وربطته وشرحته بمثال، فجيت عندي نشاط قلت له انت هتبدا ستار تو ستار، وبالتالي النهايه بتاعته مش مربوطه، تمام؟ اذا هو دلوقتي دانجلينج اكتيفيتيز. هنبدا نشرحها لك، بس على للاسف ان هي هتتشرح على الكمافير عشان نبقوا فاهمين الحته دي. نشاط سي دلوقتي ايه هو الاوبن اند في الانشطه دي كلها؟ الاوبن اند في الانشطه دي كلها مثلا انا لو جيت انا جيت على النشاط مثلا سي هنا وادلته،
دلت العلاقه بتاعته وقلت له ديليت تمام، اصبح نشاط سي اللي هو باللون الاخضر في السيناريو الثاني ده هو ما عندهوش ما لهوش علاقه مرتبطه بيه، هو مرتبط اللي قبل منه اللي قبل منه البي وايه اللي بعد السي ما فيش حاجه. لذلك لو ضغطت هنا على الريليشن بيقول لي السكسسور ما فيش سكسسور، فبالتالي هنا اوبن اند. طيب نشاط اف نفس القصه، نشاط اف اوبن اند تمام. طيب نيجي يبقى دي اوبن اند ودي اوبن اند، دي من ضمن اللوجيك. فالدي سي ام اي بتقول ايه؟ ما يزيدوش الاوبن اند ما تزيدش عن 5%، وانا اتكلمت وقلت ان 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 ال 5% دول كتير، يعني المفروض اي برنامج ما يكونش فيه غير نشاطين، نشاط في بدايه المشروع والنشاط في نهايه المشروع. اما الاوبن اند دي ما فرق ال 5% اللي الدي سي ام زودها فيه. طيب يبقى اذا انا عندي في اللوجيك حاجتين، يا اما دانجلنج اكتيفيتيز يا اما اوبن اند. طيب احنا دلوقتي فهمنا يا باشمهندس الاوبن اند، ويا ريت يرد عليا في الشات ويتابع معايا يا باشمهندس تقول فاهم ولا لا. الاوبن اند هي نشاط انشطه ملهاش سكسيسور او انشطه ملهاش بريديسيسور. ايه هي اللي ملهاش نشاط بعدها؟ يعني لو وقفنا على السي، يعني نقف على البي، تقف على نشاط بي، بتقول لك اللي قبل منه الاي واللي بعد منه هو ظاهر لي اهوت، بيقول لي بعد منه الدي والسي. طب تعالى نقف على الدي، الدي بيقول لي قبل منه البي وبعد منه الاي. طب تعالى نقف على السي، السي بيقول له قبل منه البي وبعد منه ما فيش حاجه اهو في السكسسور اهيت ما فيش حاجه. يبقى اذا دي اوبن اند. طيب تتبقى بقى الدانجلنج، يبقى هي من ضمن اللوجيك الاوبن اند والدانجلنج. يتبقى الدانجلنج اكتيفيتيز. ايه الدانجلنج اكتيفيتيز؟ نشاط سي في السيناريو الاولاني يا باشمهندس تمام. نشاط سي في السيناريو الاولاني هو قبل منه البي وبعد منه الدي، ولكن الدي مرتبطه معاه ستار تو ستار. لاحظ الطرف بتاعه من هنا كده ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش اي حاجه في المنطقه دي، ما فيش اي علاقه مرتبطه في المنطقه دي تمام. يبقى اذا حتى لو ربطته فهو دانجلنج اكتيفيتيز مش هيتغير. وقلت لحضرتك ان من عيوب الدانجلنج اكتيفيتيز بتديني نتائج وهميه، بدليل ان السيناريو الاولاني والسيناريو الثاني الاثنين بيخلصوا في 13 ابريل، ومع ذلك ان السي في السيناريو الاولاني حرجه والسي في السيناريو الثاني مش حرجه تمام. وفي نفس الوقت قلت لحضرتك ان الدانجلنج اكتيفيتيز بالنسبه للبريمافيرا بتقول لك ان النشاط له سكسسور وله بريديسيسور، ومع ذلك هو ايه كريتيكال تمام. يبقى اذا احنا حضرتك نبعد عن الدانجلنج اكتيفيتيز، هو الربط ان باختصار الدانجلنج اكتيفيتيز هو نشاط له بريديسيسور وله سكسسور، ولكن مربوطين من جنب واحد فقط تمام، مربوطين من جنب واحد فقط زي ما انت شايف كده. نشاط السي له البي، البي بتاعه ايه؟ البي بتاعه بريديسيسور، والسكسسور بتاعه الدي، والاثنين مربوطين من 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 من, من ناحيه البدايه، من البدايه. يبقى اذا هو دي دانجلنج اكتيفيتيز، واذا هو وفي السيناريو الاولاني دي اسمه السي في السيناريو الاولاني اسمها دانجلنج اكتيفيتيز، والسي في السيناريو الثاني اسمها اوبن ان. والبريمافيرا قالت ايه؟ قالت ما يزيدوش عن 5%، واحنا شرحنا الكلام ده في السيشن الاولاني. فيا ريت يرد علينا كده يقول لنا فهمناها ولا لا، ولو ما فهمهاش هيتواصل معايا بقى خاص واشرحها له بالتفصيل تمام. يا هندسه وبيرد على حضرتك الشات اهوت وبيقول تمام شكرا. هو فين كده الدي اي اي تعتمد على عدد الانشطه، ليس من المفترض ان تعتمد على مدد الانشطه، لأن بعض الأنشطة قد يكون لها مدد صغيرة مقارنة ببنود أخرى. صح صح، ودي اللي سأله أول واحد تدخل معايا صوت وشرحتها، كلامه صح طبعا. ما هو يا باشمهندس هو أنت في البداية هو هي البي إي آي هي بتحدد، هنبدأ نشيرها. هو الباشمهندس سأل بيقول أنا دلوقتي بنقارن الأنشطة بالنسبة للعدد تمام، وفي انشطه ومع ذلك ما تدخلناش في النقطتين كمان، ما تدخلناش في مدد. وده انا اضيف ازيدك من الشعر بيت، ما دخلناش في توتال فلود، يعني هي عماله تقول عدد عدد عدد. طيب انت دلوقتي هو سواء كان عدد او مدد انت بتقارن اثنين شبه بعض، الاولاني انت خطه حطيتها وانت بتقول لك انت ماشي على الخطه ولا لا، بمعنى انا بطابق اليد الليفت هاندز مع الرايت هاندز الاثنين مع بعض، هل فيهم اختلاف ولا لا؟ سواء بقى وزنهم تقيل وزنهم صغير، انا هما الاثنين المفروض يكونوا زي بعض. انا عملت بيز لاين في الاول، عملت بيز لاين في الاول وقلت يا جماعه دي البيز لاين اللي هنمشي عليه، حطيت خطه وقلت يا جماعه الخطه دي انا همشي عليها. جينا بعد شهر بنقول لك انت ماشي على الخطه ولا لا، حضرتك كنت حاطط خطه، حاطط نشاط يخلص في 10 ايام، انت خلصته في 11 يوم، فانت ماشي مفيش مشكله. يبقى انت ايه؟ زودت الزمن، في الحاله دي الزمن زاد،
يبقى اذا معدلك قليل. طب انت قللت الزمن، يعني مثلا النشاط كنت في 10 ايام، تمام، لو هنقصه بالزمن، وانا شرحت الكلام ده بالتفصيل في اول واحد تقريبا دخل معانا مداخله، اول باشمهندس كان بيقول لي مثلا انا لو نشاط مدته 10 ايام ونشاط مدته يومين وفي الاخر، يبقى اذا انت بتقول لي عدد، يعني هل العدد هذا عدد، هل واحد يعني عدد الانشطه بيساوي، يعني مثلا الوزن انت حطيت لي كده الدي سي ام اي بتقول وزن اللي مدته 10 ايام هياخد نفس الوزن اللي مدته يومين؟ اه، ما هي بتقارن الاثنين ببعض والاثنين بيتقارنوا حسب البيز لاين، تمام. طيب انا لو قسنا على حسب الزمن زي ما الباشمهندس بيقول، وانا مش عايز بس اتوه معايا، لو قسنا حسب الزمن وقلنا نشاط مدته 10 ايام دي حسب البيز لاين، فلو حضرتك خلصته في 8 ايام فانت هتخلص عدد انشطه اكتر من اللي انت كنت مخطط له، وبالتالي انت متقدم. يعني انت الزمن بحولك لعدد على فكره، يعني الزمن بحولك لعدد، بمعنى انت نشاط مدته 10 ايام انت خلصته في 5 ايام. طيب لما نيجي نعمل متابعه عليك بعد شهر هنلاقيك بدل ما تخلص، بدل ما كنت المفروض تخلص 10 انشطه لقيتك مخلص 20 نشاط، يبقى اذا الزمن حولك لعدد. طيب نشاط مدته 10 ايام لقيتك انت مخلصه في 20 يوم، هنيجي نعمل متابعه عليك بعد شهر مثلا او شهر ونص، مفروض تكون مخلص مثلا 10 انشطه لقيتك مخلص 5 انشطه، لان انت بتاخد في الحاجه اللي المفروض تخلص في يوم بتاخد فيها يومين، وبالتالي الزمن حولك لعدد والعدد برضه بحولك لزمن، فهما الاثنين مش هيختلفوا مع بعض. اتفضل، الله يكرمك. الله يبارك في حضرتك. انا عندي استفسار، كان في حاجه كنا بنعملها زمان كان الاستشاري بيطلبها، اللي هو بيقيس التايم بروجرس، البروجرس تايم وايز، فكنا بنعمله بعد ما يعتمد البيز لاين، كنت بعمل له كيرف نسبه الانجاز بالتايم على 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 مدى المشروع. طيب فكنت بحسبها بطريقه، بس انا مش متاكد يعني، كان الكلام ده من فتره بس انا مش متاكد من صحه الطريقه ديت يعني. كنت باخد البيز لاين بسيفه وبعمل اوتو ابديت او اوتو واحط 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 بتاع كل شهر، كل شهر يطلع لي النسبه، احط النسبه المتوقعه تبقى تقريبا نسبه تقريبيه، نسبه الديوريشن لكل نشاط على نسبه التوتال بتاع المشروع، فبيطلع لي نسبه تقريبيه وبمشي بيها. يعني هو بص يا هو في طريقتين، هنشتغل صح ولا طريقتك هي تقريبيه، كل حاجه تقريبا على فكره، ما هي الخطه في الاساس لا هي طبعا لا لا هي حضرتك مع الكوست وايز، الكوست وايز ايرنس فاليو، فالاثنين بيدوني انديكيشن للبروجرس بتاع المشروع، يعني بيبقى انديكيشن تايم وايز مع الكوست وايز، لو الايرنس فاليو مع التايم وايز، بيبقى يعني كحاجه يعني ايه، زي ما حضرتك قلت، حضرتك تفضلت ان الايرنس فاليو مقياس بس برضه مش بيبقى دقيق بشكل كبير، فبيبقى معايا محتاج معايا يعني تايم وايز يعني. انت قلت كلمه يا باشمهندس، اوتو كومبيوت. اوتو كومبيوت دي في حد ذاتها هي معناها ايه؟ اوتو كومبيوت هي معناها الحاجه بدات جاي البيس لاين فعليا. تمام، بس عشان انا مش سامع، بدات ودي فعليا ما بيحصلش في الطاقة. فالاوتو كومبيوت يا باشمهندس يعني صعب جدا انك، هو مش انا قلت لك مش كل حاجه يعني مش كل حاجه انت بتقول له في الاوتو كومبيوت اهوت، عشان كده بنقول لك من البدايه كده هي نسب انت طرحت بيها مفيش مشكله، بس هي اصلا مستحيل في برنامج يمشي حسب الخطه. ازاي ده صعب جدا؟ انت بتقول له اوتو كومبيوت يعني بالظبط زي البيز لاين، بدا في نفس اليوم وانتهى في نفس اليوم، وبالتالي في الحاله دي هتلاقي كل الشروط او الكونديشن اللي محطوطه لك في الدي سي ام اي زي الفل، ده انت زي الفل اهو، ده انت بتقول هنخلص 100 نشاط كل 100 يوم، انت خلصت 100 نشاط كل 100 يوم، كل نشاط هيخلص الساعه 7 المغرب، فعلا خلص الساعه 7 المغرب. ده انت كده حد زي، فاوتو كومبيوت في حد ذاتها هي مش طبيعيه، هي بتخالف الواقع، لان مفيش حاجه بتحصل 100% زي ما احنا مخططين، ولكن كمؤشر انت اشتغلت بيه مفيش مشكله، يعني انا ما اقدرش احكم لك على صحته. انا اول مره ادخل النهارده، فانا عايز يعني ايه، حاسس ان انا تايه في الموضوع يعني، فهنعمل ايه طيب عشان ايه نبقى مع حضرتك يعني في المحاضره وفاهمين كل حاجه؟
نبدأ نذاكر أول محاضرة وتاني محاضرة تاني ولا إيه؟ بسيطة يا صديقي العزيز، اسمع أول محاضرة هتلاقينا شرحين فيها. أنت شغال في مجال التخطيط ولا لسه جديد يا باشمهندس أول بس؟ ألو يا باشمهندس، سامعني؟ ألو ايوه حضرتك، ايوه سامعني يا باشمهندس؟ سامعك سامعك. بقول لحضرتك السؤال بس، انت جديد في مجال التخطيط ولا بقالك شغال في المجال؟ انا جديد، انا تنفيذ اصلا، بس حابب مجال التخطيط وعايز احول. عشان بس الاجابه هتكون بناء على الكلام دي، حضرتك هتسمع المحاضره الاولى وهتسمع المحاضره الثانيه وهتستوعب بنسبه 30 الى 40%، دي عادي جدا، مش مشكله انك مش هتستوعبهم، ماشي؟ بعد ما تخلص الكورس معانا هتراجع على المحاضره اللي احنا الكورس هيبدا، بص الكورس الفعلي هيبدا ان شاء الله من يوم الخميس الجاي، ولكن دي كلها كانت تمهيد، او لان الكورس اللي احنا مقدمينه هو ادفانسد كورس، فانا كان هدفي ان انا هقدمه ادفانسد، ناس سبقونا واساتذتنا شرحوا الكلام ده، تمام؟ فحضرتك هتسمع المحاضره الاولى وهتسمع المحاضره الثانيه، ومش والمحاضره دي انت اكيد سمعتها معانا، ففي حاجات كتير هتقع منك، فاستسمح حضرتك هتتابع الكورس معانا لاخر الكورس، هتلاقي حضرتك فاهم كل الكلام اللي انا بقوله دي، لان هو كل حاجات مرتبطه ببعضها، فهتلاقي حاجات كتير جدا ما انتش فاهمها على فكره دلوقتي، ودي طبيعي جدا لاي واحد مش شغال في المجال. ولكن تمام. الكورس مع نهايه الكورس وان انت تشتغل في المجال هتبقى فاهم جدا كل نقطه انا بتكلم ايه وبتوصل ايه، وتقدر تربط النقاط دي ببعضها. تمام كده هندسه. تمام يا حبيبي، ان شاء الله نشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله على 10 وربع بتوقيت السعوديه ان شاء الله. بإذن الله على خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.